بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في ثالث جلسات ورشة البحث العلمي والتي ينظمها RBC's team في الجامعة الأردنية والتي تأتي تعويضا للمؤتمر الصيدلاني الثاني. اليوم ستكون معنا في هذه الجلسة الدكتورة لينا دهبية، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من المملكة المتحدة، وكذلك هي مساعد العميد للأنشطة الطلابية في كلية الصيدلة بالجامعة الأردنية. إن شاء الله راح تكون جلسة مليئة بالمعلومات القيمة نفس ما كانت الجلسات السابقة. وأود التذكير في حال يعني رغب أي طالب أو أي أحد من المشاركين طرح أي سؤال، بإمكانكم عن طريق تشات أو عن طريق الكيو أند إيه اللي بين أمامكم، أو إذا كنت أنت حابب أنه تحكي فأرفع إيدك وبإذن الله إن سنحت الفرصة راح نخليك يعني بعد هيك تطلع وتفتح المايك وتحكي مع الدكتورة لينا. دكتورة لينا إليك الكلمة، نتشرف أنك تعرفين عن حالك أكثر، والطلبة من مختلف الجامعات يعرفوا عنك أكثر، ومن بعدها إن شاء الله بنبدأ الورشة. تمام، السلام عليكم جميعا. شكرا دكتور عمار، وشكرا لفريق الار بي سيز على الكايند انفيتيشن لإلي اني اعطي توك بهذا الايفنت الكثير مهم. انا اسمي لينا دهبيه، حاصله على درجه البكالوريوس في الصيدله من الجامعه الاردنيه، ودرجه الماجستير في العلوم الصيدلانيه من الجامعه الاردنيه، وحصلت على درجه الدكتوراه في الصيدله من جامعه نوتنغهام في المملكه المتحده يوكي. أعمل حالياً كأستاذ مساعد في كلية الصيدلة الجامعة الأردنية، مقرر للجنة الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع. اهتماماتي البحثية مين اللي راح تفيد البايو أناليسيس واستخدام نيو أدفانس. دكتورة بس صوتك شوي بيقطع فمش كتير واضح حكي. في مشكلة في الإنترنت كونكشن؟ شكله في مشكلة بالإنترنت من عندك دكتورة، لأن الكل عندهم الصوت مش واضح. الكل مش سامع الصوت. طب لو تعطوني بس معلش، معناته بس دقيقة أشوف إيش ممكن أعمل، بس عندي إذنكم دقيقة. دكتورة لينا صورتك واضحة؟ نعم، بس الصوت يمكن المايك نفسه، بس لو نتأكد إنه أموره تمام. أنا صراحة على البي سي تبعي ما بستعمل مايك، يعني أول مرة بتواجهني مشكلة الصوت، فعشان هيك مستغربة شوي. هيك تمام الصوت، هيك وانت بتحكي الآن تمام. أكثر معناته على اللابتوب، هيك أحسن؟ تمام، ممتاز جدا. تمام، تمام، يعني هوبفلي هلأ مشكلة الصوت تكون أحسن. اهتماماتي البحثية زي ما حكيت البايو أناليسيس، بايو ماركر ديسكفري، يوزينج أدفانس إنسترومنت تكنيك تو إيد أندرستاندينج باثوفيسيولوجيكال ديزيزز مهمة زي الكانسر، بري إكليمسيا. عندي مختبر بحثي في كلية الصيدلة، و I'm supervising currently different master students. This is in a brief about me. وإن شاء الله اليوم رح أعطيكم محاضرة أو webinar عن writing up scientific articles and graduate thesis. فإن شاء الله أنا I hope إنها تكون very useful وتكون informative لإلكم وتاخدوا منها معلومات جديدة. Please إذا تحبوا تشاركوا في during the webinar زي ما حكى دكتور عمار، بليز يعني ارفعوا ايدكم، وان شاء الله انه بيكون interactive وبتاخذوا useful information from this workshop. تمام الامور ان شاء الله دكتور عمار، نبدا باذن الله. تمام، تفضلي دكتوره خذي راحتك. انا رح بس اسكر الفيديو in case عشان ما يصير عندنا اي مشاكل في الكونكشن. اوكي، So, بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم رح نحكي عن writing up a scientific article and graduate thesis. Two topics almost هم related لبعض، لأنه ال graduate thesis تشبه ال scientific article but هي بتكون more detailed. So, إن شاء الله ال outline تبعنا اليوم رح يكون مقسم ل two sections. The first section رح نحكي فيه عن ال scientific article or the paper، بينما second part رح يكون على graduate thesis. أنا I will focus more على scientific article، رح أركز عليها أكثر، وبعديها ننتقل لل graduate thesis. إيش رح what we are going to cover during ما عم نحكي عن كيف أكتب أنا
ورقة علمية or scientific article. First of all, بدنا نعرف what do you mean by scientific writing. إيش الـ general structure للpaper اللي بنستخدمها أو what is known as IMRAD format. الـ main sections اللي عندنا في الpaper. بعديها بنحكي عن التايتل والابستراكت والكيوردز اللي هم كمان main parts موجودة عندنا في scientific article. At the end راح أختم لكم بimportant points وtips with regard to scientific article وhow steps how to organize your manuscript كيف إنك ترتب حالك لما بدك تيجي تكتب manuscript for publication. هيك تقريبا إحنا نكون غطينا معظم topics المهمة بالنسبة للscientific article writing. بعدها we will move إن شاء الله للgraduate thesis writing ورح تشوفوا إنه مين اللي رح أكون بحكي أكتر عن the differences between the thesis والarticle لأنه ماما they share تقريباً similar sections بس حنشوف إيش هي the differences between the thesis and the article the typical structure of the thesis وtips again لما أنت تبدأ تكتب thesis تبعتك. أنا إن شاء الله الحضور معظمهم bachelor degrees ولا في عندنا masters students. والله دكتورة في هيك وفي هيك يعني في أكثر من الغالب بكالوريوس بس في ماسترز. ممتاز ممتاز. حتى البكالوريوس إن شاء الله يعني at some point من الكارير تبعك رح توصل لمرحلة تكتب scientific article وأنا بعرف إنه في أصلاً bachelor students already هم engaged في الريسيرش مع دكاترة حتى في مرحلة البكالوريوس فإن شاء الله بتقدروا تاخذوا معلومات مفيدة. أوكي Let's start first by the first topic عنا اللي هو writing up scientific article or paper. Normally, writing up بيجي في آخر مرحلة من scientific research. As you all know, in scientific research بمرق بعدة مراحل. أهمها first of all لما أنت تبلش بتعمل literature review تقرأ عن ال research اللي أنت بدك تعمله. بعديها تعمل establishment للميثود تبعتك اللي بدك تشتغلها. تدخل على المختبر you conduct the experiment تبعتك you start to collect the data والresults تبعتك then you analyze هاي الداتا وبعد ما تعملها analysis تيجي آخر مرحلة بالprocess هاي كلياتها اللي هي في scientific research اللي بتيجي آخر مرحلة اللي هي writing your paper على sorry writing your results or your research على form الpaper. So دائماً بعتبروا إنه a scientific experiment is not complete until the results have been published and understood. أكتبها وأعملها publication تصير مبينة لكل الناس اللي قاعدين عم بهذا scientific field. Okay? Scientific paper إيش منعرفها أو إيش منحكي عنها هي عبارة عن written and published report describing original research results. Okay? Describing original research results. Please keep in mind إنه scientific scientific writing our papers في عنا نوع أنواع مختلفة we have إشي بنسميه review إشي بنسميه letters إشي بنحكي عنه communication letters في عنا case report. أنا اللي عم بحكي عليه اليوم في محاضرتنا هو mainly research article اللي هي فيها methodology results و discussion وعادة بتكون describing original. What do you mean by original يعني new results أنت بالشغل اللي عم تعمله أنت you are expanding the current knowledge عم تعطيني new findings اوكي عم تعطي new scientific findings so الحكي تبعنا رح يكون هون عن original research articles اللي رح اكتبها بنهاية مرحلة البحث اللي انا عم بشتغل عليه بكتب original research article. طب لو سألتكم ايش الهدف بعد ما اعمل كل هالresearch scientific article ايش الهدف من انه اعمل publication اني اكتبها كpaper واروح ابعتها لجيرنال وانشرها هاي النتائج تبعتي إيش فكركم the main purpose from writing a scientific paper and get it published؟ إذا حدا ممكن يجاوبنا إيش إذا بتحبوا ترفعوا إيدكم or something إيش الهدف كساينتست إيش الهدف عندك من إنك أنت تنشر ال results تبعتك اللي عم تعملها بال scientific research؟ Yes يا إليزا. Yes إليزا. إليزا افتحي المايك صار عندك خيار انك بتقدري تفتحي المايك تفضلي افتحي المايك وردي على الدكتور. الو سامعين؟ نعم سامعينك تفضلي إليزا ليش فكرك بنحب نكتب الارتكل وننشرها؟ يعطيك العافية أول شيء دكتورة أنا برأيي أول شيء أهم شيء عشان نحافظ على ملكية الشغل تانا لأنه بنفس الوقت اللي إحنا ممكن نشتغل على شيء معين ممكن ناس تانيين علماء تانيين يكونوا بيشتغلوا عليه فعشان إنه نخليه إشي recorded عشان كل الناس تستفيد منه لازم نعمل publication للشغل تانا. تمام تمام ممتاز. أوكي في حدا عنده جواب تاني يسأل؟ لا تفضلي ألا أو علاء ما بعرف
تفضلي ألاء. إذا صعب الموضوع عشان الكوميونيكيشنز سو أنا ممكن أقرأ بالتشات عم بينكتب بجوز بيكون ما أسهل. نزلت إيدها دكتورة، فيش حد رفع إيده، مو مشكلة. في ناس كاتبين دكتورة عشان يتطور العلم، يحملوا عليه علماء تانين. أول شيء بيفيد الباحثين يلي بالمجال يلي اشتغلت فيه أكيد definitely. ممتاز ممتاز، معظمكم تقريبا يعني أجوبتكم مضبوطة. الهدف الأساسي من إني أكتب هاي الريسيرش أرتكل أنا عم بشتغلها هي mainly dissemination okay or spreading the science. هاي الدراسة جابوا عدد من العلماء وسألوهم إيش الهدف من إنك أنت تنشر النتائج اللي عم تطلع معاك. 54% كان first choice لإلهم why إيش الموتيفيشن إني أنا to publish وأكتب هذا الشغل تبعي وأعمله publication اللي هو dissemination or spreading the knowledge. أنا عندي new findings بفيلد معين، مثلا بفيلدي مثلا بشتغل قاعدة على مرض تسمم الحمل، صارت عندي new findings بحب أعملها sharing لهاي knowledge مع كل الناس في هذا scientific field. أوكي، فهذا الإشي كان اللي هو أكتر أغلبية الساينتس جاوبوا dissemination. أوكي، النسبة الثانية كانت للكارير prospects، حكوا 20% كان الفيرست choice تبعهم عشان الكارير prospects. تعرفوا as a scientist at the end انت البرودكتيفيتي تبعتك بتنقاس بقدي عندك publication في good esteem journal. فلما أحكي أنا good researcher معناته بتوقع أني أشوف له good publication لها impact عالي بهذا الفيد، فكمان هذا كتير مهم للكارير تبعت الساينتست. ناس ثالثة جاوة 13% من هدول اللي سألوهم بالاستبيان الساينتست جاوبوا أنه كان الهدف الأساسي تبعهم في motivation to publish improved funding. هلأ لما أنت تقدم لفند عشان تحصل على مبلغ مالي تقدر تعمل هذا الريسيرش، لما يطلعوا يشوفوا أنه أنت productive researcher عم تنشر عم بتساهم بإنكريزنج النولج بهذا الفيلد بتزيد أنت التشانس تبعتك أنك تحصل على هذا الفند. وأكيد الفند هو إشي كتير أساسي في الريسيرش، هو فعلياً أصلاً الفيول تبع الريسيرش، خصوصاً إذا بنشتغل ويت لاب بدون فند أنا ما بقدر أشتغل. ناس جاوبت الإيجو استيل تعرف، وفي ناس بضلها تحب تحكي أنا نشرت 20 بيبر في السنة، أنا نشرت كذا، أنا نشرت كذا، فكمان ساتسفاكشن لإلهم. في ناس حكلوا patent protection كانت الفيرست شويس تبعهم، ومين لهذا الجروب بيكون الناس اللي بتشتغل على synthesis لنيو compounds بدهم يحفظوا هاي الكيمستري للمركب تبعهم، فبتلاقهم بيروحوا بيعملوا patents براءة اختراع عشان يحفظوا المركب تبعهم. أوكي، في كانت other reasons، بس مين اللي إحنا بنحكي عن spreading knowledge إنه هذه النيو فايندينجز أنسبها لإلي إنه أنا اللي اشتغلت هذا الشغل وأنا I increase the knowledge الموجودة عندي بفيلد معين. هاي هي أهم الموتيفيشنز للpublications أو الرايتنج اللي عندي عشان to be published. أوكي، خلينا هلأ نشوف sorry I'm facing عندي مشكلة شوية في الجهاز. يلا تمام، انتقلت عندكم السكرين. اوكي ممتاز، تمام ممتاز ممتاز. اوكي سو الجنرال ستراكشر عندنا للارتكل. اوكي الجنرال ستراكشر عندنا للارتكل، اذا بدنا نرجع نشوفهم الجنرال ستراكشر، هي عندنا الجنرال ستراكشر للارتكل. فيرست اوف اول وي ويل هاف التايتل، اوكي عندنا ابستراكت كي ووردز، بعدين بيجي عندي المين تكست لهي الارتكل وات وي كول ات الاي ام ار اي دي فورمات، بختم بconclusion acknowledgement references supplementary data. هلا رح نمر على واحدة واحدة فيهم. اوكي keep in mind دائما إنه scientific writing follows a rigid structure. ما بلعب أنا في الstructure تبعي، مش حابب أحط methods، لا والله مش حابب أحط results، لا it's a rigid structure وformat. هو هذا هو الgeneral format اللي قدامكم. اوكي هذا هو الformat اللي بتمشي عليه الresearch article اللي هي original research article. رح نبدأ في البداية بالmain text في الarticle اللي هو we call it the IMRAD. The I stands for the introduction. The M stands for methods. R results. The A and the D هي discussion. Okay, هذا هو البارت الأول اللي راح نبدأ فيه. باختصار لو بدنا نحكي عن كل section إيش فيه. The introduction هي عبارة عن the problem that you want to study. يعني إيش المشكلة اللي أنت بدك تدرسها. الدراسة عم تحكي عن إيش مثلاً، عن مرض معين بدك تلاقي له treatment معين. هذا كله should be covered في the introduction. The background, the literature review، هاي القصص كلياتها. بالميثودولوجي
كيف انت you will address هاي المشكله اللي عندنا؟ انت كيف مثلا بدي انا I will الستدي تبعتي بدي الاقي نيو تريتمنت لديزيز معين، ايش الميثودز والاكسبيرمنتس اللي راح تعملها عشان تلاقي هذا النيو تريتمنت؟ اوكي هذه هي عندنا الميثودز. الريزلتس اوكي سوري هي مش ام ريزلتس، الريزلتس هي الفايندينجز اللي طلعت معك، النتائج اللي طلعت معك لما عملت هاي الميثودولوجي. شو الفايندينجز اللي طلعت معك؟ الديسكشن باختصار هو الاكسبلانيشن للفايندينجز اللي طلعت معك. اوكي الاكسبلانيشن للفايندينجز اللي طلعت معك هي اللي بنسميها الديسكشن. سو خلينا نبلش باول بارت اللي هو الانترودكشن. As we said الانترودكشن هي البروبلم بينج انفستيجيتد، انت عن ايش عم تدرس، باك جراوند عنها اوكي، وبتحط كمان ريزنز فور كوندكتنج هذا الريسيرش، شو الهدف من انك تعمل هذا الريسيرش، ليه بدك تدرس هذا المرض اوكي. عاده الانترودكشن لازم دائما تبدا بسمري للريليفنت ريسيرش اللي انت عم تشتغله، يعني انا عم بدرس ديزيز البري اكليمسيا لازم احكي summarize relevant research، ايش في ابحاث في مجال البري اكليمسيا، لازم تكون relevant لموضوع الانترودكشن تبع لموضوع الريسيرش تبعك، ما بروح بحكي عن الكانسر وانا هون شغلي كله بري اكليمسيا اوكي. سو ات شود بي ريليفنت اوكي، بلس انها كيبينج ان مايند انه انا في الارتكل ما بعمل كتير اكستنسيف ليتريتشر ريفيو لانه انا عم بخاطب ناس اوريدي بالفيلد يعني فاهمين شو معنى بري اكليمسيا، بس انها المهم تكون enough to give the whole picture اوكي okay. enough انها تعطيك الهول بيكتشر. بعد ما احكي عن البري اكليمسيا تسمم الحمل وكيف بيتم الدايجنوسيس تبعه وكل هاي القصص بروح ل what we call it a research gap or a research question اوكي okay. ايش الاشي اللي في البري اكليمسيا مش معروف او لسه مش مدروس وانا I want to investigate it in my research اوكي okay. so في البدايه ببدا ب something we call it what is known about this research اوكي okay. بعديها بروح لا الريسيرش جاب او وات از انون، شو اللي مش معروف بهذا الفيلد وانا جاي بالبحث تبعي اغطيه اوكي. سو بعد ما حطيت الريليفنت ريسيرش وي جو تو وات وي كول ات الريسيرش جاب اوكي. وكيف بعديها بعد ما احكي عن الريسيرش جاب اور وات از انون اباوت ذس ريسيرش راح احكي بعديها انا هاو ام جوينج تو فيل ذس جاب، مثلا بري اكليمسيا ما في طريقه كويسه للدايجنوسيس، كيف انا راح اجي اغطي؟ انا الطريقه تبعتي راح تكون نوفل وراح بروفايد ا نيو ميثود فور ذا دايجنوسيس اوف ذا ديزيز. فهيك بنمشي في هذا الترتيب اوكي. وعاده الانترودكشن دائما لو بتقراوا ارتكلز بتلاقوها انها بتنختم بجمله this study aims to، الهدف اوف ذس ستدي ذس ستدي ايمز تو كذا كذا كذا، نختمها عاده باخر جمله في الانترودكشن. عشان اسهل عليكم إذا بنطلع على هذا الفيجر، هذا الفيجر بيوضح لي الـ what we call it الفانل ابروتش اللي بمشي عليه في الانترودكشن. إذا بتطلعوا هذا زي كون هيك مثلث معكوس بنسميه الفانل ابروتش. كيف يعني؟ you start very broad لما بدك تكتب، تبدأ إشي كتير general very broad وشوي شوي تنزل لتحت تصير more specific. يعني you start very broad وشوي شوي تنزل حتى تصير more specific. ببدأ بحكي عن البري إكليمسيا المعروف what is known، بعدها بروح more specific بالبري اكليمسيا، شو اللي بالspecifically في البري اكليمسيا is unknown or the gap okay how and why and how I'm going to fill this gap. فببدأ very general وشوي شوي بصير more specific okay. ما ببدأ دغري بحكي إنه أنا بدي أطور طريقة للdiagnosis للبري اكليمسيا في بداية أول سطر عندي في الintroduction، لا بحكي عن البري اكليمسيا بعرف بعديها بحكي شوي شوي يعني نبدأ general will become more specific. فكيب هذا الفانل ابروتش اللي هو معتمد في كيف تكتب الستركتشر للانترودكشن تبعتك في الارتكل اوكي. هذا الحكي تقريبا نفس الحكي اللي حكيناه اللي هو كيف الانترودكشن should be written. خلينا نشوف اكزامبل عشان نفهم شو المقصود في الفانل ابروتش. قدامكم هذه اجزاء معينه انا اخذتها من ارتكل، كان الهدف هاي الارتكل عم تحكي عن نيو ابروتش للديسكفري للتريتمنت للكوفيد 19 اوكي. هاي الارتكل كانت تحكي عن new approach للديسكفري للتريتمنت لكوفيد 19 اللي هو عن طريق انهم يشتغل to find inhibitor على انزيم معين اسمه المين بروتييز اوكي. اسمه المين بروتييز، ما دغري حكى اول جمله بالانترودكشن حكى المين بروتييز، لا بلش very general. طلعوا شو بلش. The WHO was informed on December about a cluster of unexplained severe pneumonia cases سموها نتيجه فيروس سموه كورونا فيروس اوكي. حكينا اول شيء هاي الكيسز صارت، شويه هيستوري، بعدين بلشنا كورونا فيروس. شو هو كورونا فيروس؟ عرف بعديها بسطرين ثلاثة شو كورونا فيروس. بعد ما حكى عن كورونا فيروس شو مشكلة كورونا فيروس؟ إنه كورونا فيروس عم بيعمل ديزيز اسمه كوفيد 19. هاي هون حكي لك كوفيد 19. إذا عم بحكي عن ديزيز دائما حلو تسابورت الانترودكشن تبعتي بستاتستيك بأرقام.
حكى لك قد ايه مهم هذا الكورونا فيروس والكوفيد 19 عم بيعطيني ديزيزز بيعطيني ديث ريت معين وفي عندي حالات اصابه عاليه جدا. اعطاني وات از نون باول فقره كل شيء معروف هلا سوفر عن باختصار بس ريليفنت عن الكوفيد 19. بعديها رحنا للفقره اللي بعديها هلا صرنا مور سبيسيفيك حكيت عن كورونا وحق كوفيد 19 هلا بدي اصير مور سبيسيفيك شو المشكله وات از انون. حكى بعديها there is no specific effective antiviral drug or vaccine لهلا للكوفيد 19 اوكي هذا unknown لهلا ما في كوفيد 19 له treatment or effective vaccine عشان هيك any disease sorry any approach هلا عشان يلاقي لي new effective treatment is highly needed. اوكي بعد ما حكيت عن هذا اني بحتاج لتريتمنت لإله شو الابروتش تبعي هلا بصير مور سبيسيفيك سبيسيفيك اكثر عم بحكي هلا عن انزيم معين موجود في الفيروس اسمه مين بروتياز وبحكي هون عن الفيروس بعد هيك صرت مور سبيسيفيك عم بنزل لتحت انه في انزيم اسمه مين بروتياز هذا الانزيم كتير مهم في الريبليكيشن للفيروس فانا اذا لقيت انهبيتر لهذا البروتياز معناته انا كان بروفايد ا بوتنشال ثيرابيوتكس اجينست كوفيد 19 واضح الستركتشر كيف بدأت what's known unknown و how I'm going to fill the gap الجاب إنه ما في treatment أنا I'm going to fill it عن طريق إني to find inhibitors لهذا البروتيز enzyme الموجود عندي essential replication للفيروس so بدأنا very general لحد ما نزلنا very specific keep this هاي دائما عنا ال approach لل introduction بحط literature إيش في what's known what's unknown example الثاني عشان هيك نكون وضحنا فكرة الانترودكشن هل انترودكشن مرة تانية paper اللي عن البريكليمسيا بريكليمسيا أول إشي أول فقرة بلشت فيها بدأنا نحكي عن إيش هو شو معنى البريكليمسيا ليه البريكليمسيا مهمة لأنها one of the leading causes للدث عند المرأة الحامل والجنين أوكي what's known about البريكليمسيا طب شو مشكلة البريكليمسيا what's unknown إنه لهلأ ما عندي good reliable diagnostic test how I'm going to fill this gap, how I'm going to fill this gap, لأنه ما عندي good diagnosis method, I'm going to fill this gap عن طريق أني أستخدم تكنيك اسمها IR microspectroscopy. General, بصير more specific. هلأ هون لأنه في عندي two main approaches في الintroduction, IR microspectroscopy ممكن ما تكون كتكنيك كتير واضحة للليدر, فبرجع مرة تانية بمشي فيها general approach, بحكي عن هاي التكنيك general, لأنه ممكن مش الكل بعرفها, فبحكي برجع فانل ابروتش فيري جنرال بحكي عن الاي ار مايكروسبكتروسكوبي بعديها بنتقل بصير احكي ايش الادفانتج لهي التكنيك في الكلينيكال بايو في الكلينيكال انفستيجيشن هل تم استخدامها في الدياجنوستس لاذر ديزيزز بربطها بوات از نون في الليتريتشر هي موجود عندي انها كانت دياجنوستيك تول اذا عم تتبعوا معي وين عم بمشي دياجنوستيك تول لاذر ديزيزز للكانسر والدايبيتس ميليتس بعديها بربط الاثنين مع بعض هي اندرست وانشافت انها effective technique لأذر diseases in this approach احنا رح نستخدم هاي التكنيك عشان نربطها للدياجنوسز للبريكليمسيا so we are going to fill the gap تبعت الدياجنوسز عن طريق اني استخدم new technique مثبتة انها استخدمت في other diseases في الدياجنوسز رح اجرب استخدمها في الدياجنوسز للبريكليمسيا فهاي هي كانت how I'm going to fill the gap اللي عندي اللي هي انه ما في good diagnostic tool لا البريكليمسيا أنا I'm going to fill it بالIR microspectroscopy. So this is the structure كيف عم بمشي أنا في الintroduction تبعتي. Okay. Hopefully كل شيء واضح so far. Okay. هيك إحنا بنكون حكينا عن the first part اللي هو الintroduction. إيش لازم يكون في الintroduction ومنختمها زي ما حكينا دائما بآخر سطرين بيكونوا in this study we aim to use IR microspectroscopy as a new technique to investigate its potential for the diagnosis of preeclampsia مثلا بخدم بجملتين هم الaim للstudy وبحضر القارئ إنه إيش التكنيك اللي رح أستخدمها إيش الميثودولوجي اللي رح أستخدمها لأنه السكشن اللي بعد هيك رح يجي هو الماتيريالز and methods هلأ سكشن الماتيريالز والmethods رح أبدأ أحكي لكم في البداية عن الميثودز then we move للماتيريالز الميثود هو أنا بعتبره ممكن يكون من إذا أنت عامل هذا الشغل من أسهل البارتس اللي أنت ممكن تكتبها لأنه أنت كتبته اشتغلت الشغل بإيدك أوكي however كمان إله certain criteria مش بكتب كل إشي أهم شيء بالميثودز section إنه it should be clear أوكي clear و precise should be enough provide enough details for the experiment to be reproducible هذا أهم نقطة في الميثود أنا لما أقرأ البيبر لازم أفهم هاي الميثودولوجي
ولما أحاول أعيدها في المختبر عندي يكون بسهولة أقدر أعيدها وأحصل على نفس النتائج اللي هم حصلوا عليها. So keep in mind إنه لازم دائماً تكون فيها enough details for the methods to be reproducible. Okay, لازم تحط enough details in order for this method to be reproducible. أي حدا تاني يجي بعديك يقدر يعمل replication لهذا الريسيرش. Okay, هذا أهم إشي في الميثودولوجي عندنا. إذا كانت الميثودولوجي تبعتك novel, new, أنت ما اعتمدت على إشي في literature, it's a new methodology, فبتكتبها in details. أوكي ما في يعني أنت ما اعتمدت على إشي في الليتريتشر فيها أنت it's a new approach بدك تكتبها في الديتيلز. Otherwise إذا كانت إشي common زي مثلا كيف نزرع خلايا كيف مثلا بعمل incubation للميكروأورجانيزم يعني أشياء very common في هاي الحالة ما في داعي أكتب كل التفاصيل. بكتب المرجع اللي أنا رجعت له وبحطه كرفرنس بس ما بكتب تفاصيل. يعني مثلا محطوط عندكم مثلا cells were broken by ultrasonic treatment as previously described. خلص وبحط هون reference بآخر هالجملة. ما برجع أعيد نفس الحكي طالما أنا اعتمدت على method غير عملها. أوكي غير عملها. أوكي but provide some details. يعني بحكي إنه cells were broken by ultrasonic treatment. وبحط reference. مش بحكي بس إنه cells were broken as previously described. مش كلمتين as previously described. لا بعطي شوية details بسيطة كتير. بعدها بحكي as previously described و definitely دغري لازم أحط بعديها الريفرنس اللي اعتمدت عليه في هاي الميثودولوجي. أوكي؟ كمان إشي كتير مهم في الميثودولوجي أي question like مثلاً فوليوم معين استعملته مثلاً حطيت 20 microliter from the buffer لازم تنحط الفوليوم. إذا كان concentration معين لازم ينحط pH معين لازم تنحط. أوكي؟ any question how or how much must be answered. ما تترك إنه والله we added buffer to the cells. مين هو البفر؟ أدي كان ال pH تبعته volume that was added مثلا. هاي الأشياء لازم تكون موجودة واضحة في الميثودولوجي تبعتنا. One of the critical approaches اللي منتبعها كمان في الميثودولوجي إنه نقسم الميثودولوجي لسب هيدينجز. أوكي سب هيدينجز هاي الميثودز تكون يعني for example مثلا أنا I'm investigating a certain drug as anti-cancer. فأكيد أول مثلا أول سكشن عندي راح يكون مثلاً اللي هو incubation of the of MCF7 cell lines with the drug. بعدين مثلاً السكشن بعده metabolite كيف عملت metabolite extraction لهدول ال metabolites الموجودة في السل اللي treated مع ال drug تبعي. السكشن اللي بعده مثلاً هاي الميتابولايت حللتها بطريقة معينة. فمنمشي بطريقة systematic. أول شيء نميت الخلايا عملت incubation مع drug. بعديها مثلاً أنا interested بالميتابولايتس اللي موجودة في هاي الخلايا اللي treated عملت لهم extraction. section اللي بعده عملت لهم analysis لهدول الميتابولايتس using mass spectrometry technique for example. فمنمشي headings and subheadings. أوكي كمان note very important في الميثود section إنه دائماً statistical analysis بنحط بآخر section. يعني أي statistical analysis comparison زي في الحالة اللي عندنا مثلاً في عندي رح يكون عم بجرب دواء جديد على خلايا السل على على كانسر سيلز فبدي اتاكد انه عندي مثلا كنترول بوزيتيف كنترول ونيجاتيف كنترول وراح اقارن النتائج مع بعض فاكيد حيكون في عندي ستاتستيكال اناليسيس فور كومباريزن وذر كان تي تيست اور انوفا فلازم ينحط دائما في عندي باخر سيكشن في الميثودولوجي بتشوفوا ستاتستيكال اناليسيس شو الستاتستيكال اناليسيس اللي اعتمدت عليه تو كومبير النتائج تبعتك مع بعض الريزلتس تبعتك إذا كان تيست بسيط like T-test or ANOVA إشي common ومعروف ما بحكي details. However إذا كان إشي جديد زي هلأ مثلا في إشي اسمه multivariate statistical analysis لا بحكي بالتفاصيل لأنه هذا مش إشي common معروف عند كل الناس اللي بيشتغلوا بالريسيرش. أوكي واضح الأمور. واضح الأمور تمام ماشيين معاي متابعين معاي. هذا الأونلاين شوية صعب لأنه بحس الواحد حاله شوية منعزل. أوكي thank you ممتاز الحمد لله إنه الأمور واضحة thank you ممتاز. أوكي كمان شغلة تانية حكيناها هلأ في الميثودولوجي وهون حطيت لكم figure to keep دائما in mind عمركم ما تنسوها is there a reproducibility crisis in science كتير رح تشوفوا لقدام إنه للأسف تمسك بيبر بتعيد التجربة ما بتطلع معك نفس النتائج. ليش مش عم تطلع نفس النتائج؟ exactly عملت زي ما حكوا.
عشان هيك دائما في بحكي لك هل في reproducibility crisis، بعيد نفس التجربة ما عم تطلع نفس النتائج، يا بيكون مش حاطط details enough إنها أغلبها بتكون إنه في details مش محطوطة enough لدرجة إني أقدر أعملها repeat لهاي الexperiment. عشان هيك we keep it in mind. إشي تاني please keep it in mind اللي هو حكينا بنمشي بchronological order where possible. لما أعمل subheadings بمشي بطريقة ترتيب كيف الexperiment عم بتصير. يعني بالتجربة اللي حكيناها قبل شوي بدي أدرس تأثير الدرج على كانسر سيل لاين وعلى الميتابولايت تبعت الكانسر سيل لاين، مش معقول أحط أول إشي أول سكشن في الميثودز أروح أحط تحليل الميتابولايت بالماس بيك. طب ما هو بالبداية إحنا زرعنا الخلايا، عملنا إنكوبيشن مع الدرج، بعدين عملنا إكستراكشن للميتابولايت، بعدين عملت الأناليسز. فمنمشي بالهيدنز والسب هيدنز كرونولوجيكال أوردر، أوكي؟ وبنفس هذا الأوردر بمشي عليه بالريزلتس. أول إشي عملت إنكوبيشن مع الدرج، كيف النتائج؟ هذا أول إشي بغطيه في الريزلتس. عملت ميتابولايت إكستراكشن سكند ستيب بالإكسبيرمنتس، هاي الثاني إشي بغطيه في الريزلتس. نحاول نكون لوجيكال عشان نسهل الفلو على الريدر، أوكي؟ أي طبعاً observations replicates should be mentioned. إذا عدت التجربة أكثر من مرة لازم هذا replicates كلها to be mentioned. مثلاً the experiment was repeated 3 times and مثلاً 3 replicates in 2 independent experiments وعم بعبر عنهم بالمين تبعهم، فهذا الإشي should be written down. عادةً الميثود سكشن تكتبه في الباست تنس، يعني دائماً بنحكي مثلاً cells were incubated with كذا كذا، لأنه أكيد هاي إشي صار بالماضي فمنستخدم عادةً الباست تنس. Okay, this is with regard to methods. Methods كمان هو سكشن فيه materials and methods. بالنسبة للماتيريالز، الماتيريالز هي أي إشي بتستخدمه، compounds, reagents، حتى animal، أو إذا كانت الستدي تبعتك clinical study يعني فيها human subjects، هدول كلياتهم بيكونوا ضمن الماتيريال. Keep in mind إذا كنت عم تشتغل clinical study زي مثلاً في الدراسة اللي قبل شوي شفناها تبعت البريإكليمسيا، أنا أخذت فيها عينات من بلازما من نساء حوامل control ونساء preeclimptic معهم الديزيز. أي دراسة فيها human subjects أو حتى لو كانت animal study عم بستخدم rats فيها، لازم أحصل في البداية دائما قبل ما أعمل أي study experiment على IRB approval ethical approval إني أعمل الدراسة. وإذا كانت على human subject لازم أخذ consent منه، يوقع توقيع إنه موافق على هاي الدراسة، إنه يدخل في هاي الدراسة. وما في ولا دراسة فيها human subjects أو حتى لو كانت animal ومو ماخذ فيها IRB approval تقبلها أي journal للpublication. دغري بس يشوفوا human subject أو animal رح يحكي لك أعطيني رقم الـ IRB approval. لازم تاخد IRB approval. أوكي؟ وبعاملهم هدول الـ human subjects أو الـ animals عادي. لازم أعطي عنهم كل الـ details. لازم أحكي قديش الـ average للإيش تبعهم، قدي كان الـ body mass index تبعهم. كل الـ clinical والـ demographic data should be reported لـ human subjects اللي دخلوا عندي في الدراسة. إذا كنت بشتغل على animal again لازم أحكي كيف الـ environmental conditions، شو كانوا بيشربوا، كيف بياكلوا، كل قديش الـ hours اللي هي الـ environment تبعتهم كيف كانت، الـ average للـ age تبعهم، كله هذا should be reported. إذا كنت بستخدم plants and microorganism أكيد لازم تعرفوا تحطوا الجينس والـ species والـ strain اللي عم بستعملها، كل هاي details لازم should be mentioned. إذا كنت عم بستعمل هلأ هدول هم human, animal, plants و microorganism حكينا عنهم، لو كنت بستعمل chemical compounds وهذا أكتر شيء لازم أعطي source من وين جبته. مثلاً شريت مركب مثلاً chloramphenicol، بحكي بين قوسين وين source، سيجما ألدريتش جبته مثلاً من ميرك، جبته اسم الشركة والsource دائماً لازم ينحكى، أوكي؟ إذا كنت عم بستخدم solvent معين لازم أحكي مين قديش الجريد تبعت هذا السولفنت، هاي هي كانت ام اس جريد او اتش اناليتيكال جريد ولا بيولوجيكال جريد، كانت دي ان اي فري، ار ان اي فري، كل هاي السبيسيفيكيشن لازم تنذكر توجذر مع السبلاير. اوكي، توجذر مع السبلاير. هدول هم اهم الديتيلز وذ ريجارد للماتيريالز والميثودز. بعد هيك حكيت الماتيريال والميثود سيكشن تبعي، حكيته بتفاصيل. هلا اجى وقت وعملت التجارب تبعتي، هلا اجى وقت اني تو بريزنت الفايندينجز تبعتي او الريزلتس اللي طلعت معي النيو فايندينجز. اند ذس بارت يا طلاب الاعزاء بنسميه كور، هو الكور اور ذا هارت اوف ذا بيبر، لانه هون النوفيليتي،
هون النوفيليتي في الشغل، انت هون عم بتحط النيو فايندينجز تبعتك، الريزلتس تبعتك النيو فايندينجز، فهون النوفيليتي. فذيس از بارت هو الكور والهارت اوف ذا بيبر، واكيد طبعا بكتب فوق بالباست تنس. اوكي، كيب ان مايند انه الريزلتس حتى تقدر تكتبها، تكتبها بطريقه تحاول تكون فيري كلير، اهم شيء تكون كلير دائما في اي شيء له علاقه في الكتابه، لازم تكون كلير، لان اذا ما كنت واضح الناس رح تزهق من انها تكمل البيبر وما رح تكملها، ما رح تقراها. اوكي، you always should be clear. هذا أهم سبب إنه الناس تكمل قراءة البيبر تبعتك أو حتى الثيسس تبعتك. you should be clear. okay, should be simply stated. ما كتير نتفزلك، يعني أنت you are writing to communicate not to impress. أنت مش جاي تستعرض قوة وتستعرض على الضلات، أنت findings عندك، أهم إشي إنها توصل للمتلقي بطريقة simple وclear وواضحة، هاي أهم إشي. okay، أهم شيء كمان بالفايندينجز تبعتك تذكرها، but you stress على the most important finding، تعمل عليها stress، تحكي عنها أكتر، you stress على the most important finding. إذا كان section results تبعك منفصل عن result عن section discussion، ما بتفسر هاي النتائج، بس تذكرها كذكر، يعني you summarize and illustrate the findings. okay, but without interpretation، لأنه اتفقنا إنه اللي بفسر النتائج هو part of discussion. Okay, so you only summarize and illustrate the finding in order logical the experiment. كيف أنا عملت the experiments تبعتي في method section. اتفقنا على هذا النقطة. Okay, إذا كان section results with discussion هو section واحد، لا بهاي الحالة you mention the results and you interpretate. بتفسر كمان إذا كانوا section واحد. بsection results I'm not expecting to see references، لأنه هذا مفروض النوفيليتي، هذا الشغل الجديد اللي أنت عم تعمله، هاي your findings مش findings ناس تانية، so عادة هذا السكشن ما بيكون فيه references. okay، section results ما لازم يكون فيه methods، في ناس للأسف تقرأ paper برجع بعيد لك الميثود، بحكي هاي الفايندينج وبحكي لك كيف جاب هاي الفايندينج، خلاص ما بدي أسمع methods في results، بس بدي أنا في section كامل للميثودولوجي، ممكن أحكي كلمة بس عن الميثود، بس ما برجع بحكي تفاصيل هاي الميثود اللي أنا استخدمتها. اوكي، هلا عرفنا تفاصيل ايش الريزلتس، هاو ام غانا بريزنت الريزلتس تبعتي. ما تفكروا انه بس الطريقه الوحيده اني اكتب كتابه تكست، الريزلتس في عندنا ديفرنت ميثود تو بريزنت الداتا تبعتك اور الفايندينجز تبعتك، ايذر باي تكست انك تكتبها في البادي، تكست البادي تبعت البيبر، اور از تيبل اور از فيجر. اوكي، يا بتكتبها تكست اور تيبل اور يو بريزنت ات ان ا فيجر. بالنسبه للتيبل او بالضبط، هلا بالنسبه للريزلتس التكست واضح انك تكتبها كتابه، مثلا incubating MCF7 cell lines with كذا resulted in inhibition، وبتحط percentage for example. هلا ايش الطريقه الثانيه، how can we present using the figures with tables. حاعطيكم شويه هلا نحكي ايش difference، شويه details about the tables and figures، بعدين نحكي كيف الدفرنس بيناتهم. هلا first of all أهم شغلة إنه كل الفيجرز والتابلز اللي راح يكونوا موجودين في المانوسكريبت تبعك لازم يكون إلهم تكستشوال بريزنتيشن، يعني ما بتحط داتا مش كفرد بالتكست، عشان هيك دائما نكتب كلمة في التكست ونحكي as shown in figure 1 أو as presented in table 2. أوكي، لازم يكون في إلها إشي يبينها، هي بغطي الفيجر والتابل، بغطي داتا already في إلها ذكر في التكست، التكست في section results. أوكي، never have a table or figure that does not mention that is not mentioned in the text. ما تحط figure وtable وانت مو راجع له بالtext. يعني كيف؟ مثلا لما مرات بنقيم رسائل الماجستير، فجأة بقرأ فجأة بفتح الصفحة اللي بعديها بلاقي figure، وبيكون ال student مو حاكي بالtext انه امتى ارجع لهذا الfigure. فعمرك ما تحط الfigure قبل ما تكون you mentioned هذا الfigure before، يعني لازم تكون حاطط as shown in figure 1، as presented in table 2، as illustrated بكذا، لازم عشان تهيئ القارئ لما يفتح الصفحة اللي بعدها انه حيشوف الفيجر اللي انت حكيت انت we are when انت you are summarizing the findings بهذا التابل او هذا الفيجر. اوكي، بس never حط فيجر وهو يعني فجأة افتح الاقي فيجر 2 وقبل هيك ما حدا جايب بالتكست سيرة فيجر 2. الفيجرز والتابلز definitely they must be sufficiently described، لهم title ولهم دائما بتشوفوا تحت بنسميه legend or the caption. اوكي، لازم يكون بفسر هذا التابل او الفيجر اللي عندي عن ايش بحكي. اوكي، يعني دائما فكروا بالفيجر والتابل، it should stand alone. يعني انا لو بس بدي اشوف الفيجر بس بقرا الليجند تبعه المكتوب تحت بقدر افهم هذا الفيجر شو عم بحكي وشو النتائج اللي فيه بدون ما ارجع للتكست. اوكي، بدون ما ارجع للتكست، فلازم يكونوا
فيهم they should stand alone لحالهم التابلز والفيجر. Never include both a table and a figure showing the same information. ما تحط table وfigure لنفس المعلومات. يا بتحطها figure يا بتحطها table. الطريقة اللي more clear ومore أوضح أو هي بتحقق الهدف اللي أنت بدك إياه from this presentation بتنقيها. يا بتحط figure يا بتحط table. إذا الهدف تبعك عادة أنت you want to stress the numbers عادة بيكون أحسن تحط table. إذا عم بتعمل trend للداتا تبعتك إنك تورجي trend معين ففي هاي الحالة أنت بتحط الفيجر، أوكي هيها. In case بدك you want to show trend عم بزيد عم بنقص pattern clustering relationship between between certain values عندك أحسن إنك تستعمل فيجر. إذا كان عندك you want to stress على number استخدم tables. هلا انتبهوا هون في عنا something we call it supplementary materials. في البيبر حكينا البيبر بتكون more focused. مرات بيكون في كتير عندك data. مش شرط كلها تحطها tables و figures. مرات تحطها as supplementary. مدام ما بتعيق فهم القارئ بتحطها as supplementary. إذا بحب برجع لها بنحطها supplementary materials. بس مش معقول أروح على paper ألاقي فيها 20 table 10 tables ولا حتى 7 tables و 20 figure. لا بنقي عدد معين حسب الجورنال هو أهم figures وأهم tables والباقي كله بحطه supplementary materials. أوكي؟ خلينا نشوف إذا هيك example على data ونشوف مين أحسن الطريقة أحطها table أو أحطها figure. Always please keep in mind إنه a figure worth a thousand words. مرات figure لحاله بلخص لي كل data اللي أنا المهم أوصلها بدل ما ألف وأدور وأحكي كتير. في عنا هون مثلا نتائج مرة presented as table مرة presented as a figure. أوكي هي عبارة عندي five compounds نفحصوا على again five cell lines وعطاني values لل viability مثلا انه هو لما يكون قليل معناته في عمل killing هدول الكومباوندز. مره they presented هدول ال findings تبعتهم as table. هي مثلا compound 1 على السيل لاين الاول viability كانت 91 وديفينتلي هون بيكون في title بس انا ما غطته. هون بيكون في title اوكي. compound 2 على السيل لاين سي هالقد ال viability كانت كvalues وهون مثلا ما كان في عندي. مره ثانيه they presented مثلا على table بشكل figure حط لك مثلا these are the cell lines. هاي هاد الكومباوندز ميزهم بألوان أوكي. وهي مثلا على cell line A compound رقم واحد كانت هالقد الفيابيليتي almost 90 بعديها الأخضر هالقد قليلة مش إنها وصلت ل 95 لا هي بس الجرين كولر واليلو هاي الكولر. So هاي الطريقة للبرزنتيشن. هلا ممكن keep it in mind هذا السؤال لما نيجي بالآخر إذا بتحبوا عندكم أسئلة وين أنتم شايفين الطريقة أوضح للبرزنتيشن. هل كانت طريقة الفيجر إنه حطهم هيك مثلاً كل سيل لاين الخمسة كومباوند وبحيث أعطى لكل واحد اللون وبيّن اللون قديش البرسنتج. يعني هم ما تفكروا إنها مثلاً الجرين اللي هو كومباوند 2 هي 95 لا هي مجرد من 90 ل 95 تقريباً فهي الخمسة الريبورتد هون. فمين أنتوا شايفينها واضحة أكتر هل كانت التابل ولا الفيجر؟ هون بترجع ممكن لا هي كتير واضحة ولا هي كتير واضحة. أنا أطلع بطريقة تانية to present the data تبعتي بفيجر أوضح من هيك. أنا for me so far لهلأ شايف التابل أوضح من الفيجر بالنسبة للداتا أسهل لي to exclude أخذ الداتا والفاليوز من إنه هذا الفيجر الموجود عندي. Another example عندنا إياه كمان اللي هو مرات الداتا بتكون واضحة إنها لازم تكون فيجر. أوكي واضح الداتا إنها لازم تكون عندنا فيجر. زي for example الإكزامبل عندكم. هاي هي نفس دراسة البري إكليمس اللي حكيناها في البداية. كنت بدي أوضح هل في اختلاف هل الموديل اللي عملته قدر يميز بين ال pre eclimptic woman والكنترول ولا ما قدر. هل فصلهم هل في clustering هل في trend. واضح بهاي الحالة إنه أنا لازم أحط figure بدي ورجيني هل فصلوا عن بعض ولا ما فصلوا في trend بدي أشوف trend معين في الداتا pattern معين. In this case definitely it should be figure. Definitely بالlegend لازم تكونوا حاطين هاي الألوان represent want red إيش هو لازم يكون اتفقنا إنه stand alone. مش لازم أرجع عشان أعرف شو الرد وشو البلو كولر إيش الأكسس هذا الفيجر مثلا شو بيعبر عن إيش بيحكي. Again هذا الفيجر كمان شو الرد شو البلو إيش يعني إنه في كلاسترينج إنه في هون ديفرنسز إنه فصلوا إيش هذا الإشي. فلازم يكون واضح عندي في الفيجر ليجند اللي بيكون عادة تحت الفيجر والتابل بيكون التايتل عادة فوقه. مثلا هذه صورة إيمج واضح إنها لازم تكون فيجر. إيمج للتيشو كان تحت الميكروسكوب
للبلاسنتا المشيمة لمرأة اللي عندها تسمم حمل تسز التشو، دفنت لي هالفيجر لأنها إيمج أوكي، وحطيت فوقها مثلاً intensity لdistribution لcertain components lipids والproteins. So this is the intensity of the bio components اللي في التشو. لما أكتب الليجند تبعي لازم أوضح إيش هذه الألوان، شو يعني الأزرق، شو يعني لو هاي البيبر لو هذا الفيجر راح لجيرنال وما كنت حاطة الكالر سكيل رح يحكي لك حط لي الكالر سكيل، لازم تحط لي الكالر وتحكي مثلا ان البلو يعني الليفل كتير قليل وكل ما بطلع لفوق انه الريد انه لها اباندنس عم بيزيد، فلازم احط الكالر سكيل في هاي الحالة عشان يكون الفيجر كومبليت واضح كامل. ممتاز ألا هلأ شفت انه التابل is more clear. انا I totally agree with you انه التابل more clear. اوكي هلأ هون داتا هالمرة again نفس الدراسة، بس أنا هلأ هون I want to stress على numbers okay. أنا I want to stress على certain numbers. الـ wave number اللي كان بهذا الرقم كان بيعبر عن structure معين وalteration معين، ففي هاي الحالة أنا كتير أسهل لي أحط table كيف بدي أحط هاي الأرقام كvalues. أنا هون عم بحب أرقام معينة مهمة عندي وكل رقم represent certain structure في biochemical component، يعني هذا برجع للأمد 1 بيتا شيت، هذا برجع ألفا هيليكس أوكي. سو ستريس على نمبرز وتفسير لهاي النمبرز، فديفينتلي التابل في هاي الحالة هو البرزنتيشن الأصح لا الداتا اللي عندي. أوكي كيف اطلعوا فرصة إنه نشوف إنه اطلعوا إذا هاي الفاليوز أنا ما أخذتها راجعة لإلها في الانتربريتيشن، في الانتربريتيشن إني أفسرها بيتا شيت أو إشي معين، مش كلامي كلام حدا تاني حكى إنه إذا بطلع عندك بيك على هذا الرقم هي بيتا شيت reference، فأنا I have to mention هذا reference، فحطه في الأخير spectral assignments were taken from references 26-27. مو أنا اللي حكيت إنه البيك اللي بتظهر على 1689 معناها بيتا شيت، هذا كلام already ناس اشتغلوا قبل، ف definitely ما في plagiarism، لازم أرجع للreference اللي حكى هذا الكلام. أوكي هيك إحنا تقريبا بنكون خلصنا section تاني section أو ثالث section حكينا عنه اللي هو results. I hope إنه so far everything يكون clear ونكون ماشيين معاي بالwork flow للpaper. إن شاء الله يكون كل إشي clear. Before we move للsection اللي بعد هيك بالIMRAD format اللي هو discussion. Discussion زي ما حكينا ممكن يكون part من results. كتير في journal بتحكي في section اسمه results and discussion، وفي journals لا تفصل results عن discussion. Okay. هلأ الديسكشن اتفقنا هو عبارة رح يجي لي interpretation for الفايندينجز اللي طلعت معانا، الفايندينجز اللي طلعت رح نعملها interpretation هلأ وأفسرها. سو كتير بيعتبروا الديسكشن من أصعب parts to be written في الارتكل، لأنه بدك تفسر نتائجك بطريقة مش imaginary، لا بدها تكون إشي logic ومبني على facts وحقائق. أوكي سو هو the hardest section to write أو حتى to be يعني more specific or to get it right، إنه أكتبه بطريقة صح. و كتير أسباب من الريجكشن للأرتيكل من الجيرنال اللي بتبعت لها عشان تنشر هاي الأرتيكل بيكون السبب بيحكي لك weak discussion. أوكي عندك findings حلوة وكذا بس التفسير weak، مش كتير in depth، مش كتير related، مش كتير مبني على facts وحقائق، مش كتير related ل what's known في الفيلد اللي أنت عم تكتب فيه. أوكي so discussion explanation للrelation للfindings تبعتك، بتفسر النتائج تبعتك، مش بس بتفسرها للنتائج، تربطها ب what is already known في subject of research، وهي أهم نقطة لازم تربطها بالنتائج، لازم تربطها بالcontext تبع الفيلد. أوكي أنت فسرتها وبتربطها ب what is already known بالفيلد. أوكي what is already known كتير مثلا في غيرك ممكن استعملوا طريقة مختلفة ليقيسوا measurement لبروتين معين، أنت استعملت إلايزا هم استعملوا ماسبك، لازم تقارن النتائج تبعتك فيهم، تحكي مثلا إنه in agreement with الأذر تكنيك اللي استخدمت الإلايزا النتائج تبعتنا كانت كومبارابل معاهم، هيك لازم يكون في comparison with what's known في الليتريتشر. Definitely you emphasize على significant تبع الورك تبعك الادد نوليدج وأهميتها وكيف هي فادت الفيلد اللي انت عم تشتغل عليه. أوكي وحكينا again إنه many manuscripts will be rejected unfortunately لأنه بيكون عندك المانوسكريبت is weakly written أو discussion sorry part discussion خصوصا بيكون is weakly written، وهو part discussion honestly اللي بيميز scientist عن scientist، يعني scientist اللي بيكون بقرأ أكتر بصير عنده knowledge أكتر بهذا الفيلد بيكون discussion تبعه deep مش كتير shallow ومبني على بس تفسير يعني سطحي للداتا تبعته، لا بيكون
very deep بفسره بربطه بنتائج تانية عشان يصير stronger discussion تبعك. اوكي لو بدنا نرجع نتطلع شوي انا السكرين تاخذ معي وقت لحتى اوكي بالضبط. هلا لو بدنا نرجع نتطلع على البدايه هلا الستركتشر للبيبر كيف بدانا. اذا بتتذكروا حكينا في الانترودكشن ناخذ الفانل شكل الفانل اللي هي وي ستارت فيري جنرال فيري برود وشوي شوي هي فانل داون بصير انا مور سبيسيفيك بيجي هون عندي الفيجرز والماتيريالز والميثودز والريزلتس اوكي بهذا البارت بعديها تطلعوا كيف ترجع الفانل مره ثانيه. لا هلا هون بالديسكشن والكونكلوجن انا اي ستارت فيري سبيسيفيك بفسر بالبدايه نتائجي بعدين I'll go broader بصير أنا broad أكتر. أول شيء بفسر نتائجي والفايندينجز تبعتي بعديها بربطها ب what is known في الليتريتشر أو إيش إيش معروف عندي في other publications في الليتريتشر بعديها بالconclusion بصير more general للscientific field كامل. أوكي سو طلعوا كيف الفانل عنا ببدأ بالintroduction general وبآخر الintroduction بصير specific بينما بالdiscussion والconclusion أنا بكون more specific ببدأ في البداية بتفسير الفايندينجز تبعتي بعديها أنا بصير بروح ل المور جنرال اللي هو مع الليترتشر I correlate my results to the literature. Okay again نفس الداتا مرة تانية الانترودكشن بعديها بالدسكشن لا بالعكس بكون مور سبيسيفيك بعديها بصير مور جنرال لحد ما أصير أكتر شيء جنرال في الكونكلوجن. So this is الجنرال ستركتشر عنا للمانوسكريبت للبادي تبع المانوسكريبت أو التكست. Tips شوية لكيف how to write a good and strong conclusion sorry discussion. دائما أهم إشي إنه to avoid statements that go beyond what the results can support. ما تحكي تفسر النتائج بطريقة فعليا مش مذكورة في findings تبعتك يعني ما تفسر بطريقة beyond the findings تبعتك هي findings اللي عندك وحاول فسرها بس ما تحكي تفسير نتائجك مش مغطيته أوكي النتائج تبعتك مش مغطيته. Try to be specific. ما تحكي high temperature, higher temperature, lower rate. Try you know, to use numbers, values. دائما الـ quantification أو الـ quantitative description بيكون أقوى من إني أحكي higher. وإذا في أي كلمة تستعمل comparison, لازم you have to mention compared to what. مش بحكي مثلا higher temperature, compared to what. Especially إذا كانت الـ paper تبعتك مبنية على comparison between مثلا the treated cell line, untreated cell line. ففيها comparison. Don't introduce فجأة terminology جديدة مش مذكورة لا في الintroduction مش مذكور أبداً terminology جديد complicated مش معروف بالفيلد. إذا معروف بالفيلد أوكي بس إذا مش معروف don't introduce it أول مرة في الdiscussion لازم تكون حكيت عنه شوي في الintroduction لأنك بتحكي في الintroduction عن الباكجراوند. وأهم أهم إشي if you face finding ما قدرت تفسرها يعني مش كتير straightforward. في findings واضحة straightforward behavior معين واضح ال explanation تبعه. مرات بتطلع معانا findings ما بتكون كتير ال explanation تبعها واضح في literature ما قدرت أفسرها. Definitely إن أنت you have to try to explain هاي النتائج اللي طلعت معاك بس مش بطريقة زي ما حكينا imagination. مش والله أنا يعني بفسر مش إشي مبني على fact لا. Definitely the interpretation مسموح يكون في شوية speculations بس it should be based on facts, okay, should be rooted in facts rather than imagination. لازم تكون حاطط facts في بالك تساعدك or support ال explanation تبعك. مش تحكي إنه we think كذا كذا بدون ما يكون supported بأني fact. Okay. واضح so far. ماشيين معاي. تابعين معاي. أموركم تمام. خلصنا هيك إحنا ال main text في ال manuscript introduction, materials and methods, results. Discussion. هلا هيك رح نروح للبارتس اللي شوي أصغر بتكون بس still very critical and very crucial في المانوسكريبت اللي هو أهم part. هلا البارت اللي normally after the discussion is the conclusion. هو the conclusion والconclusion هو ملخص كل هذا الحكي اللي عندك. Okay scientific contribution. هون أنت بتروح لأكتر إشي broad اللي هو بدك تحكي you stress على المين findings اللي عندك مش بترجع بتعيد الفايندينجز لا أهم findings وكيف هاي الفايندينج اللي كتير مهمة اللي هي the main point عندك في الفايندينجز كيف حيكون إلها scientific contribution في knowledge في الفيلد اللي انت فيه كيف يعني مثلا ممكن أحكي conclusion عندي مثلا بعد ما عملت الcomparison إنه IR microspectroscopy
is novel technique to differentiate between the preeclamptic woman and control or to aid in the early diagnosis of preeclampsia. بدك تحكي كيف انت المين فايندينجز تبعتك رح تكبر او رح تكونتريبيوت للساينتفك فيلد بالجنر بالبرود الكبير اوكي وعاده في الكونكلوجن كمان هي explain how the research اللي هو your research has moved the body of scientific knowledge forward شو الكونتريبيوشن تحكي المين فايندينج تبعتك وشو الادد كونتريبيوشن لها للفيلد بشكل عام الكونكلوجن كمان بيكون فيها مرات تختمها بآخر جمل بالfuture research أوكي بنحكي فيها مثلا in the future رح ندرس كذا كذا بيكون فيها الfuture إذا بدك تحكي عن future research normally بيجي تحت section الconclusion إذا في عندك limitation في الستدي تبعك مثلا الستدي اللي عملتها هذيك المرة limitation كان في عندي limitation في sample number فبحكي إنه مثلا أوكي كذا كذا however مثلا this study should be repeated على larger cohort in order to verify or validate the results ما في مشكلة بس ما إنه إذا في limitations معين بذكره مثلا هلأ مع COVID-19 في ناس ما قدرت تاخد time points معينة لتجارب معينة إلها اللي بتكون long running procedure مثلا لمدة سنتين بسحب كل شهر ف they missed certain months لأنه صار في إغلاق في COVID-19 هل معناته إذا أنا كنت واصلة لآخر مرحلة في الدراسة أرجع أعيد؟ لا ما رح أعيد بس أنا I have to mention this as a limitation للستدي وبفسر مش بحكي limitation بحكي ليش صار عندي هذا limitation أوكي هذا هو mainly part of conclusion وهلأ لما رح نحكي عن الابستراكت رح نرجع مرة تانية للconclusion لأنه حتشوفوا إنه رح تكون في عندي مشكلة مرات في كتابة الconclusion في ناس كتير بتلخبط بين الconclusion والابستراكت أوكي هلا بنكتب شو الهدف من الدراسه ما بنحكي شو الهدف من الدراسه بالكونكلوجن مثلا ممكن نحكي كلمات اللي تقوي الدراسه this is the first study to investigate the role of IR microspectroscopy in the diagnosis of preeclampsia كذا كذا هيك بس ما بنحكي الهدف عاده في الكونكلوجن الهدف اكثر بيجي في الابستراكت اوكي وان شاء الله احنا رح يكون عندنا بالنهايه كيو اند اي اذا بتحبوا ديسكشن اكثر عن الأسئلة اللي عندكم عشان تستفيدوا أكثر. أوكي. بعد الconclusion قبل ما يصير تفتح الصفحة بعديها حدا بيقدر يكتب لي عتشات شو السكشن رح يجي بعد هيك؟ إيش السكشن عادة بعد الconclusion عادة إذا قرأتوا papers السكشن بعد الconclusion excellent references ممتاز references ممتاز بيجي عندي هلا ممتاز كتير منيح بيجي عندي سكشن مهم اللي هو الريفرنسز هلا الريفرنسز هو standardized way for acknowledging the source of information you have to acknowledge the source اللي اخذت منه الانفورميشن اي شيء whenever you draw up you draw upon previously published knowledge you have to reference this knowledge okay لازم تحط ريفرنس مستحيل انا اشتغل واحكي انه هذا الشغل لإلي this is plagiarism سرقه ادبيه Whenever بتروح لشغل to other people experiment, okay, أو إشي مش common بالfield, you have to cite this work. لازم to cite this work عشان أمنع إنه يصير عندي plagiarism أو سرقة أدبية. مادام مو شغلي, أنا لازم أرجع أحط reference أو أعمل citation, what we call it citation. وبليز تذكروا لما نعمل discussion, وين تتخيلوا أكتر part رح يكون فيه references. Definitely اتفقنا إنه results ما بيكون فيها references لأنه المفروض it's your own work بس وين هي sections اللي في paper اللي بتتخيلوا فيها أكتر references أو أكتر citation وين رح يكون عندي أكتر citation في ال ممتاز إليزا ممتاز Definitely introduction هي أكتر شيء لأنه أنا بحكي عن background وأكيد في discussion لأنه أنا حكيت أنا I have to correlate the findings تبعتي للother people work I have to correlate it للother people work اوكي هلا السايتيشن صار فيه اكيد بس عشان تعرفوا اكيد صار فيه بالسايتيشن هلا سوفت ويرز بتساعدني للسايتيشن لانه الجورنالز تطلب الريفرنس بطريقه معينه الريفرنس بنحط فيه اسم الاوثرز اسم الجورنال رير اوف ابلكيشن ففي عندنا سيرتن سوفت ويرز او سايتيشن سيستمز بتساعدني على هذا الحكي بتعمله اوتوماتيكلي اللي هو زي الاند نوت المندلي هذول اذا ممكن ينعمل ورك شوب عليهم هدول الـ citation systems
وفي عنا أكثر من طريقة للرفرنس، مرات بتشوفوا إنه محطوط اسم الأوثر اتقال، ومرات بيكون محطوط النمبر سيستم النمبرينج. أكيد اللي بحكم هو الجورنال، الجورنال ستايل إيش هي بتفضل، هارفارد أو النمبرينج، وكل جورنال بيكون لها الستايل تبعها، وبحاول دائما أمشي على الستايل تبع الجورنال عشان أنا يعني ما أزعلهم للجورنال من أولها، ما أعمل اللي هم بدهم إياه. أوكي، هدول هم المين سكشنز. مرة تانية بس حطيت لكم إياها هون، إحنا almost covered everything، الانترودكشن، الميثودز، هاي اختصار لكل واحد إيش فعلياً، الريفرنسز، appendices إحنا ما بنحط في الجورنالز، إحنا بنحط supplementary materials هون أكتر، appendices أكتر بتكون في thesis، هون بنحط supplementary materials بعد الريفرنسز، وacknowledgement أكيد إذا في بتحب الفوندينج to acknowledge the fund، أي حدا ساعدك مثلاً، جمعنا عينات من مستشفى معين فبنحكي acknowledgement لهذا المستشفى، sometimes we acknowledge the patient اللي اشتركوا معنا في الدراسة. So هاي هي المين parts للبادي تبع التكست أو البادي تبع البيبر. هلأ بدنا قبل بس ما نختم بالجزء الارتكل أكيد بدنا نحكي definitely عن كمان parts كتير مهمة في الارتكل، ما بقدر أعتبرهم هم sections لأن البادي تقريباً إحنا حكينا عنه، بس هم part جزء لا يتجزأ من الارتكل اللي هو رح نبدأ فيه التايتل. التايتل ملخصه بس بهذه الصورة اللي عندكم هون، titles tell all، it's extremely important التايتل لما تنقيه، مش بحط أي تايتل. ليه؟ لأنه إحنا هدفنا بالأخير لما ننشر الارتكل تبعتنا عشان الكارير تبعي إنه هاي الارتكل to get published بالبداية، وكمان إنها تنقرأ من other authors موجودين أو other scientist في العالم كلياته، وإنها to be referenced. زي ما أنا اضطريت أرجع لشغل ناس تانيين عشان أستفيد من شغلهم، كمان ناس تانية ترجع للشغل تبعي وصلها citation. إذا البيبر تبعتك ما عم بصير لها كتير citation، ده indication sometimes، مش دائما بس sometimes، إنه معناته هي ما إلها كتير contribution بالفيلد. أوكي، so it's very important إنك تختار title صح، عشان title هو أول شيء رح يقرأه القارئ اللي بدور على معلومة معينة، هو أول شيء رح يشوفه هو التايتل. أوكي، بلس إنه التايتل هو اللي يستخدم في الاندكسينج والسيرش إنجن لهذول الارتكلز. يعني لما بدور على توبيك معين، أوكي، هدول الكيوردز الموجودين في التايتل هم رح يستخدموا في السيرش إنجن وفي الاندكسينج في الداتابيزز. فاحتمال لما يكون التايتل تبعك صح وانفورماتيف تطلع بالسيرش إنجن لما بدور على توبيك معين تظهر لي بسهولة الارتكل تبعتك. مرات انت الارتكل مش مكتوب صح فعشان هيك ما عم بصير لها ريفرنسينج، لانه لما الناس عم تعمل سيرش على التوبيك تبعك بالسيرش انجن ما عم تظهر الارتكل تبعتك لانها مش مكتوبه بطريقه صح التايتل تبع هاي الارتكل. فعشان هيك التايتل is extremely important. طيب كيف اختار التايتل؟ عاده التايتل بنكتب بعد نهايه ما اكتب كل إشي، لانه بصير عندي هيك بيج ايمج لكل المانوسكريبت تبعي، لكل الارتكل تبعتي إيش البارتس تبعتها. فهو عادة هدول البارتس اللي أنا تركت لكم إياهم بالآخر اللي هم التايتل والأبستراكت والكيوورد بنكتبوا آخر إشي في المانوسكريبت، آخر إشي بنكتبهم عشان نكون شايفين البيج بيكتشر. خلص شايفة أنا البيج بيكتشر كاملة قدامي. التايتل أهم شيء فيه إنه يكون meaningful not general. أكيد عمرك ما تعمل general ما رح تظهر الارتكل تبعتك في السيرش. So meaningful and not general. Informative, specific, concise. Okay, it's informative, or specific, or concise. Okay, هدول أهم factors عندي في التايتل. ما تحاول التايتل يكون تبعك لا too short ولا too long. Okay, مش كتير طويل. كمان titles مرات بنشوفه 4 أسطر التايتل أو 3 أسطر ومرات كلمتين بس التايتل. لا. If you want your article, your title to be meaningful, or concise, or specific, or informative, يكون عادة somehow إلو يعني length معين، يعني ما بيكون بسطرين ممكن يكون. ومرات الجورنال نفسها بتحددك بعدد الكلمات في الارتكل في التايتل. ترتيب الكلمات في الارتكل في التايتل كتير مهم، يعني مين قبل مين and of كتير مهم الترتيب تبعهم. التايتل تبعك ممكن يكون مرات بتشوفوه على صيغة سؤال بيكون، ومرات بحكي لك التايتل تبعك ممكن يكون يعني it capture الفوندمنتال نيتشر، يعني ممكن يكون تستخلصه انت من الكونكلوجن تبعك تكتب التايتل، يعني ظهر عندك دواء معين عمل انهبيشن فمنه تكتب التايتل. زي انا حطيت لكم هون اكزامبل مثلا،
dexamethasone induced perturbations in tissue metabolomics revealed by chemical isotope labeling LCMS analysis. أنا بلشت بالنتيجة الفايندينج تبعي إنه ديكساميثازون عمل perturbation في التيشوز أوكي عن طريق دراسة هذا الإشي revealed by chemical isotope labeling LCMS analysis. يعني حطيت الميثودولوجي شوية إشي الطريقة أنا I investigated هذا الإشي وحطيت الفايندينج يعني كأنه حطيت الconclusion. Sometimes بهاي الطريقة ممكن تنكتب إنه تحط الفايندينج في التايتل تبعك بس باختصار again ديكساميثازون induced perturbation أوكي تايتل ما في عادة abbreviation مش معروفة كتير في الفيلد يعني LCMS معروفة في الفيلد مثلا ما بيكون في chemical formula ما بستعمل فيه كلمات مش scientific or jargon words ما بعرف definitely هذا تايتل ل scientific paper وagain ما بيكون general يعني for example طلع على هذا التايتل حدا تايتل مثلا action of antibiotics on bacteria حتى لو أنها review مش research article حتى لو this is a review برضو هذا title is very general لم حدد مين هو الانتيبيوتيك ولا محدد مين هي البكتيريا you have to be specific or concise شو type of action اللي عم تحكي عنه أنت مين هي الانتيبيوتيك اللي عم تدرسها شو نوع البكتيريا اللي أنت درستها okay so هذا title ممكن يصير أحسن بهاي الطريقة Inhibition of growth of mycobacterium tuberculosis by streptomycin. So, بحدد مين شو نوع الاكشن اللي عم بحكي عنه مين هي الميكروورجانيزم ومين هو الانتيبيوتيك اللي انا عم بحكي عنه So, this is with regard to the title. بعد ما عرفنا التايتل البارت اللي بيجي بعد التايتل بعد ما تشوفوا التايتل بيحطوا بعديها الاوثرز والافليشن البارت اللي كتير مهم اللي هو السكند إشي بقرأه الاوثر أو سوري الريدر وبيحدد على أساسه إنه يكمل البيبر تبعتك أو ما يكملها هو الأبستراكت أوكي هو الأبستراكت الأبستراكت is extremely important وهو عبارة عن إيش الأبستراكت هذا مرة تانية الصورة اللي هون بتلخص summary من introduction materials and methods وشوية results مع discussion هم بيعطوك الأبستراكت شوية background شوية من الميثودولوجي اللي استعملتها المين findings شوية interpretation وحتى إذا بدكم زيدوا خمسة final conclusion بسطر واحد بحطها this is the abstract كتير ناس بتغلط بالabstract تعتبره عبارة عن summary of results فبتروح بتحط كل summary of results لا مو هيك الabstract abstract جزء من كل sections اللي موجودة في الارتكل عندك وفي كتير ناس كمان بتتلخبط بتروح تمسك الabstract وبتحطه هو الconclusion لا الabstract مش هو الconclusion مش نفسه هو الconclusion اتفقنا عرفنا إيش هي الconclusion هذا لحاله إشي وهذا لحاله إشي والأبستراكت extremely important لأنه هيها reader can decide whether or not to read the whole article based على الأبستراكت تبعك اللي مكتوب عادة بيكون one paragraph ما بيكون أكثر من 250 ل 300 كلمة should be written clearly وبطريقة simple وواضحة وعادة زي ما اتفقنا أنه الأبستراكت عادة بنكتب بعد نهاية ما أكتب المين sections تبعت المانوسكريبت لأنه بيكون عندي جاهز كل إشي إذا بدي أشوف معاكم هون example على abstract طلعوا مثلاً preeclampsia is a serious hypertensive disorder with unclear etiology and lack of reliable diagnostic test سطر حكالي عن شوية background والراشنال تبع الستدي إنه ما في إلها lack of reliable diagnostic test طب بعديها هي رح أحكي هلأ aim in this study IR microscopy microspectroscopy was applied كذا 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 the obtained spectra were analyzed هاي كلها methods were analyzed by multivariate analysis كذا 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 كلياته عم بحكي هون methods خلصنا بعديها هلأ هون بدي أحكي المين findings in the lipid region an increase in كذا was noticed and higher اللي هي المين findings حكينا main findings بعديها كمان لسه our results revealed significant هلأ هون شوية interpretation لهاي findings إن في عندي confirmation and changes شوية explanation آخر شيء بالabstract رح أختم في conclusion هيها آخر سطر The current, بعد ما حكيت شوية discussion results, the current study shed light on the promising role of IR microspectroscopy as a new analytical tool that can aid in providing better diagnosis and understanding of the pathophysiology of PE. Conclusion. سطرين. Conclusion. So this is an abstract. بكتبه آخر إشي. Sorry. هو عبارة عن sections من أهم parts اللي عندي في في articles. Sorry, في manuscript. شوي نحكي some important points that we have to keep in mind لما أكتب المانوسكريبت هيك إحنا بنكون حكينا عن كل السكشنز اللي بتكون موجودة عندنا في المانوسكريبت شرحنا كل سكشن كيف لازم ينكتب
أهم points to cover in each section وما ألخبط between the sections. Keep in mind من أهم important points you have to keep in mind لما بدك تعمل manuscript لا journal. Avoid plagiarism لأنه أول شيء رح تعمله journal إنها تمشي المانسكريبت تبعك على database تشوف إذا في similarity. Okay, so avoid the plagiarism. عمرك ما تنسب حكي ناس لإلك وأنت ممكن ما يكون قصدك يعني تكتب كلمة بس ما تحط لها reference هاي حتنفهم plagiarism إذا هو مو حكيك. So the plagiarism ببساطة نقدر إحنا يعني ما نوقع في هذا plagiarism عن طريق إنك you reference ال data من وين جبتها, you cite the reference في المانسكريبت وإن في knowledge مش أنت اللي عم مش finding لإلك ولا comment, you have to add reference. وأكيد كمان plagiarism إنك ما تأخذ الكلام copy paste أبداً, حتى you have to do rephrasing للكلام, ما بأخذه هيك السطر زي ما هو بحطه وبحط reference وتحكوا إنه هيك تعتبروا إنه ما في plagiarism. لا, في plagiarism إنك أخذت السطر كامل زي ما هو. So you have to have, you have to do rephrasing لل sentence اللي أخذتها أو الفق أو الconcept اللي أخذته, بتكتبه أنت بطريقتك أو بتعمل rephrasing لهاي sentence. أي كلام بتاخد زي ما هو بنحط reference وبنحط between double quotes إنه هذا زي ما هو بتاخد. أهم important point to avoid complex sentences structure. أي إشي complex دائما حطوها في بالكم, وكان هيك يحكي لي دكتوري في الدكتوراه, ما تحط كلام complex لأن الكلام الكومبلكس رح يخلي الريدر يتعب وهو عم بقرأ ويوصل لمرحلة بالأخير ما يكمل قراءة الارتكل. ممكن الارتكل فيها huge interesting findings بس طريقة الكتابة مش عم بتخلي القارئ إنه الفلو يكون سلس معاه فرح يتركها, وممكن يروح لارتكل تانية كتير أبسط منها وفايندينجز مش هالقد important. فنيفر ماسك الفايندينجز تبعتك بأنك تكتب بطريقة complex. أهم شيء إنها تكون simple and clear, إنها تكون simple و clear. Okay, طلع شو هاي sentence really important. Poor experimentation cannot be masked by brilliant writing. يعني إذا الexperiment أصلاً poor خلاص هي poor. However, poor writing can mask brilliant experimentation. يعني للأسف مرات ناس كل شيء فيها تمام بس عند الwriting عندها مشكلة, بيكون poor writing, فعشان هيك it will mask هدول brilliant findings اللي طلعوا فيها. وممكن يكون هذا الإشي سبب أساسي للريجكشن للبيبر. يعني again إذا الإديتر مش حاب مش قادر يقرأها مظبوط, مش قادر يفهم من الكمبلكسيتي للإنجليش ومش والpoor written English, ممكن من البداية تأخذ للأسف ريجكشن. إحنا let's suppose إنه أمورنا كلها تمام, ما في plagiarism, كاتبين كل سكشن تمام, والإنجليش simple وclear واضحة, والfindings ممتازة, new findings في novelty في الشغل. أكيد بعد هيك بدي أروح أدور على journal يكون بفيلد معين, إنه السكوب تبع الجورنال البيبر تبعتي تفل within السكوب تبع الجورنال, وبروح بدي أنشرها لهاي أبعتها لهاي الجورنال. عشان تحدد بعد ما تحدد جورنال معينة دائما اقرأوا إشي اسمه guide for authors. كل جورنال إلها السبيسيفيكيشن تبعتها, بحبوا مثلا في جورنال على فكرة ما بتحط الماتيريالز والميثودز بعد الانترودكشن, لا بتبدأ انترودكشن ريزلتس وآخر شيء الماتيريالز والميثودز. فبعد ما تحدد الجورنال لازم تقرأه, what we call it guide for authors, بحدد لك الفونت, بحدد لك حتى الورد كاونت عدد الكلمات المسموح فيه بكل سكشن, طريقة الريفرنسينج هارفارد أو نمبرينج أو حتى لو نمبرينج كيف يكون, بيكون فيها كل إشي تحتاجه عشان الجورنال تطلبه منك عشان تبطلش your article بالسبيسيفيكيشن تبعتها. لمين لأشياء فورماتينج, أوكي مين اللي بتكون أشياء فورماتينج, يعني كيف يكون, هل أكتب introduction ولا أكتب one بعدها introduction. فهي أشياء كتير مهمة ولازم تروح للguide for authors, لأنه مش حلو أبعت لجورنال عندهم حاطين guide لإلي وأنا ما أمشي على الguide تبعهم, على الguidance تبعهم, يعني كأني بستهزئ فيهم. فدايماً دايماً حتى لو كانت الأمور مثلاً مرات بطلب كتير أشياء إنه editing بطريقة معينة, I have to follow the rules تبعتهم لأنه أنا بدي أنشر عندهم. So يعني أبين لهم respect إنه أنا بعتت هاي الجورنال زي ما هي أنتوا طالبين في الguide of authors. فالguide of authors دايماً موجود على أي جورنال ويب سايت, لازم أقرأه وأفهمه وأمشي على ال steps تبعته. حاطين لي إنه materials والmethods تكون بالآخر, بحطها بالآخر, مش بحكي أنا خلص هذا rigid structure لازم أمشي introduction materials and methods. هما بدهم إياها section 4 مثلاً بعد أو بعد الديسكشن. أنا I follow what they want وهذا كله بعرفه من الويب سايت تبعهم. أوكي
واضحة معنا هيك الأمور. إحنا هيك تقريباً بنكون خلصنا الحكي عن المانسكريبت. وانس أنت بدك تبعت المانسكريبت وعرفنا إنه بتحدد جيرنال، الجيرنال تبعتك تكون within the field of the article، يعني هذيك البيبر تبعت البريكلمسيا، بعد مين اللي هي analysis وanalysis لclinical samples، فبعتها لجيرنال of biomedical and pharmaceutical analysis fit بالسكوب تبع هذه الجيرنال. شوية points to keep in mind إنه الريدرز priority رح يقرأ البيبر تبعتك بعد ما إن شاء الله بصير لها publication، وهي تستفيد منها للبيبرز اللي بعد هيك. دائما انه keep in mind انه بدوروا على new findings و good quality articles فيها findings novel important، فيها contribution للfield. اوكي الاكسس كمان مهم، انه ما تكون مثلا يعني عشان هون مرات تيجي الopen access بيكون لهم انه exposure بيكون اكتر، لانه open access ما بحتاج ادفع عشان اقدر اوصل لهاي الارتيكل. بهمهم كمان convenient format، اوكي واضح، up to date information، يعني هاي كتير كمان مهمة. كتير مرات للأسف في part الintroduction بتلاقوا literature معمول على articles قديمة، هذا إشي مش مقبول. يعني أنا لما بدي أنشر هلأ بدي أكتب article أبعتها لجيرنال، لازم أشوف النولج لحد هذا التاريخ اللي أنا عم بكتب فيه، مش أرجع ل 2010 و 2020، لازم أشوف current knowledge up to date information to cover up to date information، مش cover والله أنا عاملة هذا literature من 4 سنين أستعمله نفسه، لا لازم I use up to date information. وديفينتلي أهم شيء في الريدرز priority أنا حتى بالنسبة لي هو الgood writing، لأنه هو بيخلي الفلو سهل والunderstanding للfindings أسهل. أوكي تكون clear ولوجيك وaccurate والenglish يكون correct and proper، مش شرط نكتب English خرافي بس المهم يكون correct وproper وclear. أوكي هذا هدول أهم things that you have to keep in mind لما تكتب manuscript، خليهم دائما في بالك. The steps of organizing the writing، هلا احنا عرفنا different sections، انت عملت الاكسبيرمنت تبعتك واشتغلت الشغل وخلصت الشغل وعرفت كيف كل section فيه، how you can organize the writing تبعك. حطيت لكم هون reference لpaper، هاي paper صار لها update جديد لسه ب 2019 اللي هي 10 steps to structuring a science paper editor will take seriously. يعني هدول هم الستيبس اللي إذا بدك تستركتشر ساينتفك بيبر الإديتر تبعك رح ياخدها بطريقة جدية، أو كيف تورغنايز الفايندينج تبعك. يعني ممكن أنت مش شرط هلأ أنت لما بدك تيجي تكتب فعلياً يو ستارت بنفس السيكونس اللي هو فيه ماشي المانسكريبت، يعني اتفقنا أن التايتل والأبستراكت والكيوردز عادة بنكتبهم بآخر المرحلة، فكيف هاو تورغنايز الرايتينج في هذا الارتيكل حلو كتير وتقريباً غطى، يعني أنا غطيت المحاضرة منه وهو فيه تقريباً شرح لهاي الأشياء اللي إحنا already covered. فأسهل إشي دائماً you start with figures with tables، وهاي نصيحة دائماً بعطيها لطلابي، وإنت عم تشتغل الإكسبرمنت once طلعت معك findings جهزها بformat figures with tables جاهز for publication، ما تخليها هيك raw data، خلص once بتطلع من findings جهزها directly على شكل figures with tables جاهزة for publication. يعني لما بالsupervision meeting مع السوبرفايزر تبعك خلي الفيجرز والتابل، خلي البرزنتيشن للديتا ورجيه على باوربوينت على شكل فيجرز وتابلز صالحة للبابليكيشن كأنها فورمات بابليكيشن، هذا بيسهل عليك كتير. وشوفوا عادة طريقة الكتابة بنبدأ في فيجرز وتابلز والميثودز، لأنه قلت لكم نورمال هي أسهل شيء، ريزلتس بعديها ديسكشن كونكلوجن انترودكشن ابستراكت تايتل كيوردز، هدول عادة هاو يو رايت كيف السيكونس. يعني ما ببدأ بالانترودكشن، ممكن في ناس تبدأ هذا this is for يعني reference لإلكم، ممكن مش هيك في ناس بتحب تبدأ introduction، بس normally عم تشتغل في اللاب رح تظهر معك الفيجر الميثودز والنتائج أول إشي، فجهز الفيجرز الميثودز بعدها الريزلتس والدسكشن، وعادة زي ما اتفقنا الابستراكت والتايتل والكيوردز هم آخر إشي بنكتبه. وأنا كمان حتى لو كتبت introduction by the way بالبداية أنا I always revisit the introduction بعد نهاية المانوسكريبت، لأنه تتضح الرؤى بصير عندك البيجر بيكتشر أو البيج إيمج اللي عم بصير عندنا. So حتى لو كتبتها في البداية always revisit the introduction بعد ما تخلص المين سيكشنز، ارجع عملوا لها revisit تأكد إنها كن إنها جاية in parallel مع اللي أنت كاتبه بالdiscussion والresults. أوكي هيك تقريبا احنا انهينا كل شيء. هلا اللي عم بسال عن انت رح ننهي، احنا ان شاء الله المفروض ننهي بحدود الخمسة، رح احاول هلا نحكي هون سريع عن الرايتنج اب للثيسس ونترك مجال بالاخير للكيو اند اي ودسكشن اذا عندكم اي استفسارات.
هيك إحنا حكينا everything with regard للwriting لscientific article. هتشوفوا إنه مش هلأ بدنا نحكي عن thesis اللي هي بتقدمها كmaster student أو PhD student عشان تاخد degree معينة, whether كانت master degree or PhD degree. هلأ السكشنز كيف أكتب سكشنز introduction discussion حكينا وغطيناه بالبارت الأول. So ما رح أحكي كتير in details على هذه التفاصيل لأنه هي نفس التفاصيل, يعني إيش should be include بكل section نفسها موجودة عندنا هون, بس الفرق إنه thesis رح تكون definitely in details أكتر بكتير تكتب تتعمق, وهلأ بنحكي ليش. دائما ذكر فيه كانوا بيحكوا لنا دائما إنه thesis هي اختصار لأنه true happiness ended since it started. literally أنا كمان بشوف إنه writing هو أصعب جزء في thesis. بالعكس الشغل البراكتيكال هو كتير بيكون إشي interesting وحلو, بتكون مبسوط وإنت باللاب especially once بتطلع معك الفايندينجز والريزلتس, هذا أحلى شعور بيكون. بس الرايتنج sometimes بيكون nightmare especially إذا كانت PhD thesis لأنها بتكون ضخمة وكبيرة كتير وفي كتير findings وبدك تحاول تربطها مع بعض. طب إيش الفرق between the thesis والjournal article؟ definitely thesis حكينا بتكون more detailed كتير بكل sections, أوكي بكلها بالintroduction results discussion كلها more detailed, بتكون مفصلة أكتر بكتير. ليه؟ لأن الهدف الأساسي من thesis أنت student عم بتقدمها للجنة عشان تبين لهم إنه أنت you gained a new knowledge, أوكي فهذا الهدف منها إنه you have أو بدك تبين لهم إنه you have obtained a thorough knowledge of the field, أوكي وإنك عملت enough work for the degree, هذا الهدف منها. بينما الجورنال article مو الهدف منها إنك تثبت لهم إنه أنت عندك هاي knowledge, أنت عندك أنت بتخاطب scientific committee وعندهم knowledge, فالهدف منها هناك لا إنك to emphasize على the new findings, فبتكون هي أكتر more focused, أوكي وdefinitely shorter أكيد focused وshorter أكتر. بينما الثيسس بتكون فيها كتير details, أوكي كتير details لأن هاي details بالنسبة لك أنت كstudent راح تكون new, بينما في الجورنال مش شرط تكون لأنك بتحكي عن scientific committee ما حتكون بالنسبة لهم new. يعني أنا في الثيسس تبعتي قعدت أشرح كتير عن الماس سبكترومتري as a technique لأنه كان إشي جديد أول مرة بستعمله, ولازم أبين إنه أنا فهمت كتير الماس سبكترومتري كinstrument والparameters تبعها وهاي القصص كلياتها. definitely هذا ما بحطه نهائيا في الجورنال article لأنه أنا بحكي مع ناس عارفة شو يعني الماس سبكترومتري. أوكي هذا التابل حطيت لكم اياه اللي هو بلخص differences. حكيناها thesis requirements تبعتها, thesis requirement بتكون عشان تاخد degree معينة من certain institution, بينما هون الهدف في requirements للarticle تبعتك انها تكون ماشي حسب الجورنال standards اللي بدك تنشر فيها الarticle تبعتك. thesis الريفيور اللي بيراجعوها هم الكوميتي اللي انت رح تكون لجنتك, لجنة المناقشة اللي هي في PhD برا بتكون من different countries, definitely لازم يكون different institution, ما صارش يكون من نفس الinstitution. بينما في الارتيكل الريفيورز بيكونوا already scientist بيحددهم الإديتر بفيلد معين, بيكونوا specialized بالفيلد اللي انت كتبت فيه الارتيكل تبعتك. الorganization اتفقنا انه الارتيكل اكيد رح يمشي فيها الIMRAD section على شكل sections اكتر, بينما الثيسس بتكون أكتر مش بنسميهم sections, بنسميهم chapters. chapter 1 الـ introduction, chapter 2 materials and method, chapter 3 الـ results, 4 الـ introduction الـ discussion, فما بنحكي sections بنحكي chapters. الـ length definitely thesis كتير أطول رح تكون لأنه especially إذا كانت عم بحكي عن PhD thesis, أوكي رح تكون definitely كتير أطول, ممكن توصل 70,000 كلمة أو أكتر, بينما هناك بتكون more focused الـ article 7,000 كلمة أو 5,000 أكيد definitely بيحددها هو الجورنال. بروح للجايد اوف اوثرز عشان أعرف الجورنال شو الريكويرمنتس تبعتها. أوكي الانترودكشن وبالنسبة للمين بارتس اللي بتكون عندنا في الارتيكل والثيسس نفسهم رح يكون في عندي ابستراكت, انترودكشن, ميثودز, ريزلتس وديسكشن. بس again كل شيء مور ديتيلز في الثيسس وبكون سب هيدنجز أكتر. Detailed introduction and literature review is required. تحكي بالتفصيل عن الماس سبكترومتري, بالتفصيل عن مرض البريكليمسيا, بالتفصيل عن كل إشي عشان أنت you are gaining new knowledge, بدك تثبت للكوميتي أني أنا فاهم هاي النولج وأموري كلها فيها تمام. بينما هناك في الارتيكل كله concise وshorter literature. Again, the methods كمان لازم تكون detailed.
في الثيسس، سبيشال إذا كانت عم تعمل ميثود ديفلوبمنت أو إشي جديد، تفاصيل كتير أكتر بتكون ذاكرها في الميثودز، مو كريتيكال بتكون يعني بتكون مش يعني الميثودز بتكون في الثيسس ديتيلز أكتر. وهون اتفقنا أنها بتكون في الارتيكل، إذا هي الميثود نوفل لإلك بتكون ديتيلد إناف إنها تو بي ريبيتد، بس مش تحتوي على تفاصيل زيادة أكتر. يعني إحنا ديتيل للطريق للإناف إنها تكون ريبيتد. هون ممكن نذكر كل اسم جهاز، مثلا incubation was cells were incubated، وأحكي اسم الجهاز بالارتيكل مثلا، فيش داعي أحكي اسم الجهاز. كل الفايندينجز should be presented في الثيسس، كل إشي بتحط، بينما اتفقنا إنه في الارتيكل مرات ما بقدر أحط كل التابلز والفيجرز، فكتير بحط أشياء في supplementary. في أشياء إذا مش كتير بتأثر أو مش كتير بتأثر على الفلو أو على الـ overall findings اللي عندي، ما بحطها نهائيا أصلا، يعني ما بحطها إذا كانت إذا ما كانت كتير لها كتير contribution كبير. إذا لها contribution كبير بتنحط، إذا شوي contribution أقل supplementary، إذا ما عم بتأثر على الفلو تبع الارتيكل ما بحطها. بينما بالثيسس بتحط كل شيء عندك، حتى sometimes you report negative results. عشان هيك في الثيسس لما بتدرس ماستر أو PhD always keep record لكل إشي بتشتغله، لأنه ما بتعرف أنت مرحلة معينة ممكن توصل تحتاج لهذا الريكورد أو لهاي النيجاتيف ريزلتس اللي طلعت معك. So always keep results، always keep the record، دائما خلي عندك الداتا اللي طلعت على شكل تابل أو على شكل فيجر جاهزة. الميثودولوجي أول بأول اكتبها، كتير ممكن يرجع بعد شهرين يقول آه بس مش عارف والله أنا أدي الفوليوم اللي حطيته أو أدي الكونسنتريشن اللي استخدمته. أوكي؟ فهذا الإشي يعني كتير بيكون مزعج إنك ما تقدر ترجع لتجربة عملتها، فكله سجله أول بأول أول بأول. الديسكشن أجين كله مور ديتيلز رح يكون عندك في في الثيسس تبعتك. أوكي، تيبيكال ستركتشر للثيسس، الكور رح يتشابه ديفينتلي مع المانوسكريبت للبوبليكيشن، بس بنسميهم تشابترز. الفرونت ماتر رح يكون عندنا والباك ماتر. الفرونت ماتر رح يكون تايتل بيج، ابستراكت، موجودين في كل مكان. هون بحط الاكنولجمنت في البدايه، اوكي في البدايه مش في الاخر زي في المانوسكريبت. ودائما بيكون عندك تيبل اوف كونتنت، لانها بتكون اكثر سيكشنز وسب سيكشنز وهيدنجز وسب هيدنجز، سبيشلي اذا كانت عم نحكي عن PhD. فدائما حيكون في عندك تيبل اوف كونتنت، ليست اوف تيبلز، ليست اوف فيجرز، وليست اوف ابريفيشن، لانها هي باي ديفولت الثيسس كثير اكبر من المانوسكريبت، أكتر أكبر. فدائما فيها هدول بالفرونت ماتر، list of tables والفيجرز والابريفيشن. الكور نفس الشيء تقريبا بس على chapters. وآخر شيء عندنا references والابندكسز اللي هي بتشبه كأنه supplementary material. الابندكسز هي كأنها supplementary materials. أوكي؟ هاي again هون نفس الشيء، title page اللي فيها اسم الثيسس تبعتك، abstract again شوفوا كيف مقسمة، chapters. Chapter 1 اللي هو اللي بيكون الـ Introduction والـ Literature Review، بتقسمه كمان Headings و Subheadings على Different Levels. Chapter هون حطوا مثلا حسب الـ Requirement للجامعة، أوكي؟ هون فصلوا مثلا Chapter الـ Intro الـ Background عن الـ Literature Review. Chapter 3 مثلا بيجي عادة Methodology. 4 و 5 و 6 هم الـ Results، هذه أكيد بتكون أكتر Thesis لـ PhD، لأنه بيكونوا chapter results، لأنه بتشتغل شغل على فترات طويلة أكتر. البروجكت بيكون أكبر بكتير من البروجكت الماستر، فبتلاقي إنه معاك results أكتر، فبتوزعها على أكتر من chapter. الchapter الأخير بيكون عندك discussion، وبعدين ها definitely biography، bibliography sorry اللي هي references and appendices or اللي هي supplementary material. زي ما حكيت لكم الintroduction، هاي مثلا different levels، كل شيء بدك تعمله لا subheadings sublevels، oxidative stress، antioxidant، وبحكي sub levels in details sub levels. هاي example مثلا عندنا على table of content من thesis، من PhD thesis. اوكي هاي abstract، طلعوا الابستراكت هون بيكون اطول، يعني ممكن يكون اذا على PhD ممكن يكون على صفحتين يكون. اوكي acknowledgement تيجي، اوكي بعديها بحكي list of figures و list of tables، لانه بالثيسس تبعتك ممكن انت مسموح لك يكون عندك عدد كبير من الفيجرز، ممكن يكون عندك 13 14 فيجر، بس هذا الاشي في المانوسكريبت مش مقبول، فبتحط ليست اوف فيجرز بحيث انه اذا حدا بده يقرا بده يرجع لفيجر معين بعد ما بدل ما يضل يدور عليه بيرجع للتابل اوف كونتنت، لانه بيشوف باي صفحه وبيرجع له لهذا الفيجر. ليست اوف تيبلز وليست اوف ابريفيشن، وهذا اشي كتير مهم.
وكتير بلاحظ لما مرات بناقش طلاب ماستر إنه مش كل الابريفيشن الموجودة في البادي تبع المانسكريبت سوري تبع الثيسس موجودة في الابريفيشن ليست، يعني بيكون الابريفيشن كتير مختصر عن اللي اكتشلي في البادي تبع الثيسس، كتير في الثيسس اختصارات أكتر مش كفرد بالليست اوف ابريفيشن، فهذا something you have to make sure إنه يكونوا كل الابريفيشن كفرد في الليست. طبعا هون chapter 1 general introduction بلشنا نحكي the use of mass spectrometry headings و subheadings، بدي أحكي strategies approaches sample preparation. طب sample preparation كيف نوعها، human plasma كيف الextraction in details، كل هاي التفاصيل background و literature review كله chapter 1، وبتقسم كل إشي لheadings كبير وتحته subheadings المختلفة. sample prep وأكيد لازم يكون definitely relevant، يعني أنا هون مثلا في الشغل كنت بشتغل على plasma، ما في داعي أحكي عن tissues و cells لأنه أنا اشتغلت بلازما، فبحكي literature تبعي الخاص بالبلازما، استخدام الماس في البلازما، بحكي عن الإشي related للliterature اللي أنا عم بستعمله. Again نفس الشيء هون، رحت للchapter لساتنا كلياتنا في chapter 1 اللي هو الintroduction، فبياخد رقم واحد بس different headings و subheadings headings و subheadings. وkeep in mind إنه دائما الintroduction في الأخير بتنتهي بالaim general aims and objectives of the thesis. اوكي بختم الانترودكشن تبعتي باخر سكشن في الانترودكشن اللي هو الجنرال ايمز اند اوبجكتيف اوف ذا سيس اوف سوري اوف ذا ثيسز. اوكي اتفقنا انه الفورمات يوجوالي للثيسز بيكون انه تشابترز، بحيث تشابتر 1 انترودكشن، تشابتر 2 ماتيريالز اند ميثودز، تشابتر 3 ريزلتس، تشابتر 4 ديسكشن. فورمات ثاني للثيسز كمان صراحه كويس، وانا اي لايك تو فولو ذس فورمات سبيشلي اذا كانت هي بي اتش دي ثيسز، إنه كل chapter في الـ findings تبعتك بنكتب بسections زي كأنه article. يعني كيف؟ section 1 chapter 1 مثلا كان عبارة عن الـ introduction، هلأ chapter 2 بيكون عبارة عن الـ results والـ findings والـ discussion لأول نتائج عندي، أو مش أول نتائج، لأول topic عندي في الثيسس، وهذا الإشي بزبط لـ PhD ما بزبط لـ master. الفكرة إنه كيف؟ يعني طلعوا مثلا كيف معي مثلا chapter 3 هذا الشابتر بدرس الـ quantification of plasma angiotensinogen redox forms and case control study of preeclampsia. هلا أنا بإمكان الميثود اللي استعملتها أحطها بالشابتر ميثودولوجي، بس لا أنا فصلت كل شابتر زي كأنه paper، فطلع كل شابتر صار من شابترز اللي هي فيه نتائج، صار إله introduction sorry صار إله introduction، إله materials and methods، إله results section، وإله discussion، وإله conclusion. هذا الشابتر متكامل كوحدة واحدة، بيسهل عليك لما بدك تحول الثيسس تبعتك ل PhD سوري ل manuscript، وهذا بزبط ل PhD again لأنه ال PhD كمية النتائج اللي فيها أكبر، أنت مطلوب منك تقريبا يكون عندك 3 chapters results على الأقل لتقدر تتخرج. فبدل ما أكتب 3 chapter results أنا كل chapter من هدول كل result بأخذها كchapter متكامل إذا بزبط، بعملها introduction صح بياخد جهد أكبر بكتير بس بضل إنه أسهل لي لما تتحول ل manuscript، بعملها introduction و materials و method خاصة في هذه النتائج و results و discussion و conclusion. So ممكن يكون بالأخير في عندك chapter discussion يربط هدول chapters و results مع بعض أو اللي هي findings مع بعض. So هذا another format إذا ما بدك to follow إنه results لحالها تنحط على 4 chapters أو 3 chapters وتخلي discussion بالأخير لحاله. هلا this is with regard للي هو organizing your writing، كيف بدك ترتب الرايتنج تبعك بالنسبة للثيسس أو الثيسس رسالة الماجستير أو الدكتوراه. حط أول إشي أسهل إشي إنك تحط هيدينجز للتشابترز تبعتك، ممكن تحط هيدينجز مثلاً results discussion أو sorry introduction materials and methods results discussion conclusion. طب حط بعديها تحتها sub headings إيش what I'm going to cover في chapter introduction، حط sub headings subheadings أو sublevels تحت كل chapter. أوكي أكتب كلمة عن كل subheading مثلا رح أكتب عن البريكليمسيا، طب بالبريكليمسيا I'm going to cover what cause the disease symptoms complications current diagnostic methods، بحط subheadings دائما هيك headings و subheadings بتساعدني أني أصير أعبي تحت كل subheadings إيش لازم ينكتب. الresults مثلا كيف حقسم، our results كانت incubation with incubation of MCF7 cell lines with X compound، اللي بعدها metabolite extraction، هيك رتبوهم as headings and subheadings for each chapter
فبصير هيك الوضع كتير أسهل عليك لما تقدر تيجي في مرحلة الرايتنج later on. أوكي. tips اللي بدي أعطيكم إياها with regard to writing a thesis again تتقاطع كمان مع tips للرايتنج للمانسكريبت. And I always like this one. You are writing to communicate, not to impress. Okay? إحنا, I want the writing to be clear, واضح, to the point, و easy to flow. The flow عندك easy to follow, sorry. The work flow سهل, okay? سهل إني أمشي معاه. مش كل شوي ألاقي مثلا كلمات like this, كل شوي مثلا يعني interestingly, يعني ما منحب كتير في scientific writing إن يكون في كلمات emotional تدخل في scientific writing. ممكن تحط مثلا this is the first time for this compound to be studied as anti-cancer compound. Definitely هذا إشي لازم تحطه لأنه you are stressing the finding تبعتك بتحطه في discussion. بس مش كل شوي this is the first time, this is the first time, كل شوي كل شوي كل شوي. أوكي. التب تاني كتير مهمة. حاول إنك to familiarize yourself with the thesis instructions at your university. ارجع مثلاً إذا أنت في جامعة معينة لكلية الدراسات العليا شو متطلبات الرسالة عندهم؟ كيف بحبوا مثلاً الريفرنسينج؟ يعني بعرف الريفرنس مثلاً بحبوا هارفارد ستايل عندنا في الجامعة الأردنية للثيسز. هل عندكم كيف مثلاً في جامعات أخرى بيكون؟ اللي هو بشابهه في المانوسكريبت اللي هو الجايدنس فور أوثر. هون هاي thesis instruction في اليونيفرسيتي بس بتكون هناك نفسها اللي هي الجايدنس للأوثر اللي بيكون محطوط لكل جورنال. familiarize yourself بهذا الإشي من البداية عشان تكون عارف. أسهل أو أحسن تبكم ممكن أعطيكم إياها with regard to thesis إنه read and analyze some good thesis in your field. كتير مرات ممكن تروح للسوبرفايزر تبعك يحكي له إنه يعطيك مثلا thesis لطالب شاطر عنده كان تستعملها as model لإلك مش إنه تأخذها هي copy paste تأخذ منها كلام. أوكي مرات كتير master students ممكن بيكملوا ويشتغلوا على نفس الموضوع فمو الفكرة إنه أخذها أخذ منها نفس معلومات لأنه ممكن تكون هاي الثيسيس من 4 سنين فأنا I need to update knowledge دائما بس بعد بستعملها موديل إلي بصير فاهم أكتر شو يعني الثيسيس للشابترز إيش لازم في كل شابتر يكون يعني بصير أنا more familiar بالبروسيس نفسها بدل ما أستنى لوقت القراءة يعني هذا this is something you can do from the beginning of your enrollment لهذا البروغرام أول ما يعني تحدد موضوع الرسالة تبعتك ما تتخافوا إنه when you start when you want to start writing a thesis تبعتك you will have to do lots of pre-writing مش من أول مرة راح يزبط معك كل إشي راح يكون في عندك drafting أكتر من مرة أول مرة بعمل draft الأول بعديها برجع أعمل second draft third draft this is something common especially لطالب ماستر أو PhD مو متعود على writing فالwriting بالنسبة له راح يكون جزء صعب فطبيعي جدا إنه يكون عندي more than one draft ومرات ممكن أوصل أنا بتذكر ممكن في عندي chapter وصلت عليه في الـ PhD version 9 وأنا أعدل وأضبط وأكتر حتى ممكن solid لأنه كل شوي بدك تقرأ أكتر من مرة لأنه كل مرة بتقرأ بتشوف إنه ممكن في إشي ينكتب بطريقة أحسن مش أول مرة أكتب وأبعت للسوبرفايزر تبعي هذا إشي كتير مش كويس لأنه إذا ما كانت مكتوبة وما حس السوبرفايزر إنك عملت effort في الرايتنج يعني مش رح يكون ردة فعله حلوة على الثيسس تبعتك so always do a lot of drafting واقرأ كل ما قرأت أكتر رح تتحسن writing skills عندك لأنه بتصير متعود على مصطلحات أكتر بتشوف كيف طريقة كتابة sentence معينة بطريقة clear ممكن حتى إذا paper معينة أنت شفتها كانت مكتوبة بطريقة حلوة وحسيت أنك فهمت عليها تستعملها لإلك كمرجع لإلك أو thesis معينة كموديل لإلك أوكي كمان تب ممكن إنه start بالeasiest part اللي أنت شايفه يعني once بدك تبدأ تكتب ابدأ بإشي سهل عشان مش من أولها تقفش من الرايتنج وتبطل قادر تكتب يعني ما تبدأ في discussion أكيد ابدأ بالبداية ممكن إنه إذا الفيجرز والتابلز من بداية الكتابة أنت مجهزهم وعاملهم as good presentation لأرتيكل فin this case أنت you can start بالميثودولوجي مثلا لأنه الميثودز مثلا already أنت عارف الاكسبيرمنتس اللي أنت اشتغلتها so you can start with the methodology لما تيجي بعديها تروح للريزلتس هتلاقي الفيجرز والتابلز اللي أنت already لما كنت تعمل ميتنج مع السوبرفايزر حاططهم بفورمات الصالح لثيسز أو publication بكون هو already أعطاك عليها comment فبتحس إنه في جهد كبير راح عليك
لأنه التابلز والفيجرز جاهزين بس ضايل مع الليجن تبعهم، بس ضايل أكتب عليهم إشي في التكست عشان أعمل الريزلتس، فكتير بيهون. فأنا دائما بنصح إنه ما تتركوا كل إشي لحد ما أخلص كل شيء بعدين أبدأ في الثيسز. الفيجرز والتابلز وانس بتطلع النتائج أول بأول أول بأول، الميثودولوجي أول بأول، هدول أسهل بارتس إنه تكتبوهم أول بأول. Another tip إنه thesis proposal، أكيد لما بتروح لماستر تعمل أو degree بدك تكتب في البداية proposal. ممكن thesis proposal يكون starting points لك، سواء لما بدك تكتب introduction، بالintroduction أكتر إشي لأنه بالthesis proposal ما بيكون لسه معك findings، فممكن يكون starting point لك لما بدك تكتب introduction. However keep in mind إنه definitely لازم تكون عملت له up to date، لأنه thesis proposal مثلا لل PhD بنكتب في البداية، بعديها بتنعمل الثيسس بعد 3 سنين أو 4 سنين، فالإنفورميشن ممكن تتغير، لازم تكون up to date. والتنس أكيد لأنه بالبروبوزل إحنا بنكتب well بالفيوتشر تنس، بينما بالثيسس أكيد بنكتب في الباست لأنه إشي خلصنا experiment خلصناها، بينما بالبروبوزل إشي لسه بدنا نعمله. revise again حكينا you have to read more than one time وتضلك تعمل revision لل الثيسس تبعتك. الثيسس it's very common إنها تروح through different rounds of revision، أنت بينك وبين نفسك، مش تكتبها وتبعت للسوبرفايزر وتقول للسوبرفايزر صلح. كتير إشي سيء بيعطي عن السوبرفايزر، بيعطي انطباع سيء عنك عند السوبرفايزر، especially إذا كنت طالب دكتوراه لسه الماستر أول مرة. فإشي أبدا مش مقبول إنك بس تكتب ودغري تبعت وتحكي كأنك تحكي للسوبرفايزر إنه هو يصلح. راح ترجع لك الدرافت اللي انت كاتبه مع كومنتس كتير شديدة انت بغنى عنها. فأحسن انه دائما always انه انت تحسن قد ما بتقدر، مش مطلوب منها ابدا تكون perfect لانه at the end this is a process of learning، بس لأحسن اشي انت ممكن توصل له بعديها بقدم للسوبرفايزر تبعي، مش بعتمد السوبرفايزر يصلح، لا بحاول اوصلها لأحسن اشي انا ارضى عنه بعديها ببعتها للسوبرفايزر، لانه definitely أكيد مش مطلوب منك إنه تكون perfect من أولها. دائماً when you revise بعد كتبت أول مرة ورجعت قرأت مرة تانية، الأهم البوينت تتأكد منها إنه thesis clear, correct, concise, consistent. يعني أحكي لكم مثلاً for example كيف consistent. مرة إجت thesis اللي بتشرح الطالب findings عكس اللي presented بالfigure، وهذه يعني إشي كتير كبير إنه كيف هذه إشي عدى عن الطالبة بالبداية الطالبة، إنه the findings بتحكي من for example مثلاً increase وهي كل الشرح والdiscussion على إنه decrease، فلازم يكون كل إشي consistent increase وعم بشرح والfigure represents هذا الحكي، فmake sure إنه the results والdiscussion كلها consistent مع the figures والtables اللي أنت حاطتها. شغلة تانية you have to keep in mind إنه مش غلط تخلي ناس تاني تقرأ، لأنه مرات أنت تقرأ الرسالة تبعتك أكثر من مرة فما بتنتبه على الغلط، يعني خلص صرت متعود عليها قرأتها أكثر من مرة. So it's حلو إنك تعطيها لزميل إلك بنفس الفيلد أو حتى لو ما كان بنفس الفيلد، يعني مثلا قصدي يعني مش عم بعمل الثيسس مع نفس السوبرفايزر، ممكن هو عم بعملها بفيلد تاني، أنت عم تشتغل في السينثيسيس هو عم بيشتغل في الأناليسيس، تقرأوا لبعض عساس ممكن هو يلقط الأخطاء، لأنه مرات الواحد لما برجع يقرأ أكثر من مرة أكثر من مرة ما بيعود ينتبه. أو إذا كنت عم تعمل PhD برا مش غلط إنك تخلي حدا من النيتيف سبيكرز يقرأ لك إياها، but again مش رح تضلك تعمل ما تصير الموضوع هوس ووسوسة، خلص حتوصل أكيد definitely مرحلة معينة بعديها خلص لازم تعمل submission. ومع تطورك في المهنة حتشوف، أو بعد ما تاخد الدكتوراه وتصير تعمل أبحاث حتصير ترجع للثيسس تبعتك وتحكي الله أنا كيف كنت هيك أكتب، كيف هيك عملت، شو هذا؟ يعني مثلا انا هلا بطلع على الرساله تبعت الثيسس بحكي او الماستر بحكي الله كيف هيك كنت، يعني الواحد لانه البروسيس التعليم دائما بتتطور، سو في حد معين بعديها يو هاف تو انك تعمل سبمشن. اوكي اوكي وين دو اي ستارت؟ اي ثينك انا ايف اوريدي انسرد هذا الكويستشن. انا من الناس اللي انا اي دونت بريفير انك تترك كل شيء للنهايه، خلص خلصت الاكسبيرمنت طلعت من اللاب هلا وقت ابدا اكتب. أوكي هلأ وقت الكتابة، بس خلي عندك إشي جاهز like the figures والtables، خلي عندك إشي جاهز with regard the methodology، هدول يكونوا already جاهزين لأنه بيخففوا عنك وبتحس إنه عملية الرايتنج تبعتك مش كتير صعبة أو مرهقة أو مزعجة، لأنه الرايتنج again هو مش إشي كتير سهل لأنه skill تيجي مع الوقت ومع الريدنج الأكتر.
فstart بأنك while you are doing your experiments in the lab, once في عندك good results حطها في tables and figures حسب ما حكينا إلها legend already كاتب مكتوب وجاهز good quality figure ready for publication or to be part of your thesis. قديش أكتب؟ كثير قليل كم كلمة؟ مين اللي بيحدد هذا الحكي؟ الguidelines أو الinstructions اللي بتحطها اليونيفرسيتي هي اللي بتحدد الجامعة بتكون محددة upper limit وقديش الupper limit للword count وقديش الأقل بس keep in mind إنه مش الفكرة إنه كل ما كتبت أكتر في عنا للأسف هيك إنه بالثيسس والله الثيسس تبعتي 500 صفحة أنا الثيسس تبعتي 300 صفحة لأ أنا والله 500 معناته أنا rich أكتر في عندي findings أكتر وأهم أكيد لا في minimum limit أكيد ما لازم تنزل عنه بس it's the most important إنك تكون you are representing the findings تبعتك بطريقة clear وواضحة والfinding تبعتك هي اللي تكون impactful للfield وتكون novel إذا بتعرفوا ناش نعمل عنه فيلم حدا بيعرف اسم الفيلم؟ ناش نعمل عنه فيلم إذا حدا بيعرف اسم الفيلم هو كان الـ PhD thesis إذا حدا عارف الفيلم الـ PhD thesis تبعته كانت عبارة عن 27 page dissertation تبعته متخيلين 27 صفحة بجوز كتبها على شكل paper format لأن في إشي اسمه paper format 27 page كانت dissertation تبعته وأخذ عليها نوبل برايز في إيكونوميكس في 1994 معروف الفيلم اللي هو Beautiful Mind Beautiful Mind فالثيسس تبعته كانت 27 صفحة بس however كانت impactful الفايندينجز تبعته very impactful لدرجة أنها غيرت بالفيل تبع الماثماتيكس والإيكونومي وأخذ عليها نوبل برايز في 1994 So it's never about how much, it's about the quality. وهي دائماً شغلة أنا I would love to stress عليها إنه الشغلة مش أنا نشرت 20 paper في السنة. أنا طب أوكي 20 paper في السنة. إيش الإمباكت لهدول البيبرز؟ إيش الكواليتي لهدول البيبرز؟ Always seek إنك بدك good quality مش بدك quantity بس. بدك كمان good quality وimpactful findings. يكون لها تأثير contribution للفيلد تبعك. آخر شيء رح نحكي إنه بعد ما حكينا على هاي الأشياء إيش أشياء you have to keep إيش بتتخيل الريفيور لما تيجي خلصت الرسالة تبعتك الإكزامينرز هم نسميهم إكزامينرز بالثيسز بالمانوسكريبت بيكون اسمهم ريفيورز اللي بيراجعوا الأرتكل تبعتك هون الإكزامينرز أو الكوميتي تبعتك عايش حيكونوا عم بيدوروا وهم عم بقرأوا الثيسز تبعتك الإكزامينرز اللي عم بيمسكوا هالثيسس تبعتك وعم بقرأوها whether كانت ماسترز أو بي اتش دي أول شيء بالشابتر الانترودكشن والليترتشر بدوروا على إنه الليترتشر يكون relevant comprehensive okay comprehensive وإسنشال حتى أقدر أفهم الميثودولوجي اللي رح تستعملها okay relevant comprehensive covered too many points كل إشي تبه إنه أنت هون student فلازم تكون comprehensive تغطي كل الفيلدز اللي أنت رح تدرسها في الثيسس تبعتك في الثيسس تبعتك وريليفنت اوكي مثلا اجوا مسكوا تشابتر الميثودولوجي على ايش بدوروا على انه الميثودولوجي مكتوبه صح اوكي جاستيفايد يعني هي الميثودولوجي الصح لهذا الاكسبيرمنت يعني مثلا بدي اقيس بروتين معين ليش استخدمت الماسبك فور اكزامبل ما استخدمت اليو في لازم يكون هل صح استخدام جهاز الماسبك للكوانتيفيكيشن احسن من اليو في هل صح كان الاكسبيرمنت اللي اشتغلتها مظبوطه إذا في samples هل samples collected appropriately sample الميثودولوجي تبعتك في لها limitations معروفة ما تفكر اللي قدامك الإكزامينر إنه إذا ما كتبت ما رح يعرف ما أنت جايب واحد فاهمان في الفيلد أوكي so make sure إنه إذا في limitation حكينا should be covered بتحطه في chapter conclusion إنه إذا في limitation للstudy تبعتك وعادة limitation بتكون كثير إذا في sample size قليل مش matched well the two groups اللي عم تدرسهم زي هيك أشياء. The results presented clearly, properly analyzed, okay. Support the hypothesis تبعتك. That already عندك مثلا إنه هذا الكومباوند هو له effect as potential anti-cancer. هل the results تبعتك support هذه findings أو the hypothesis اللي أنت you started بدها فيها؟ وهاي أهم شيء. هدول التنتين. Properly analyzed and presented clearly, whether كانت في text أو في figure أو في table, okay.
whether كانت الريزلتس تبعتك في تكست اور تيبل اور في فيجر. في الديسكشن والكونكلوجن اهم شيء انه الاكسبلانيشن زي ما حكينا فور يور ريزلتس يكون مبني على فاكتس, واهم شيء كمان يو كورليت يور ريزلتس لواتس اوريدي نون في الليتريتشر. اوكي, يو هاف تو ميك كومباريزن مع الليتريتشر ان باراليل او ان ديس اجريمنت واذا يو ار نوت ان اجريم مع اللي في الليتريتشر ليش تفسر, مش بس احكي والله انه فور اكزامبل انا اي ميجرد هذا البروتين في البري اكليمسيا كان ليفل تبعه انكريست, بينما ستدي تاني شافت انه الليفل كان تبعه اقل نقص مش زاد بالبري اكليمسيا. لازم اي هاف تو ريبورت ذس, بس اي هاف تو اكسبلين ليش في ديفرنسز بين التو ستدي. ممكن يكون السامبل سايز اللي ماخوذ هون مختلف عن السامبل سايز اللي هناك, الميثود ذات يوز فور كوانتيفيكيشن مختلفه, سو اي هاف تو جاستيفاي هاي الاشياء. This is almost, إحنا هيك بنكون خلصنا. أنا I would love to finish ب quote لأينشتاين كتير بحبه, keep it in mind in order to keep your writing تبعتك clear and simple. إنه كان أينشتاين يحكي if you can't explain it simply you don't understand it well enough. يعني إذا أنت مش قادر تعبر عن الميثودولوجي تبعتك أو الريزلتس تبعتك بطريقة simple معناته أنت مش فاهمها بطريقة كتير واضحة. So دائما try to be simple, لأنه لما يكون كتابتك simple و clear you are giving an indication إنه أنت فهمان شو اللي أنت كاتبه, بينما لما تكون complex ال complexity مش رح تعطي indication إنه أنت فاهم مزبوط, بالعكس رح تخلي الريدر ما يكمل قراءة ال paper أو thesis تبعتك. بتمنى إنه تكونوا هيك أخذتوا معلومات مفيدة من هاي اللكتشر اللي كانت عن ال writing up ل scientific paper and thesis. إن شاء الله أكون قدرت فيدكم لو بمعلومة بسيطة, hopefully إنها تكون informative وتساعدكم later on إذا كنتوا PhD إذا كنتوا bachelor students أو إذا كنتوا حتى master students. وأنا هلأ happy to take إذا في أي حدا عنده any question. Thank you for listening and I'm happy to take any questions. Thank you for attending. شكراً كتير لإلكم. إذا حدا عنده أي سؤال معنا وقت ناخد أسئلة. دكتور الله يعطيك ألف عافية, ما قصرتي. الله يعافيك, تسلم. شكرا شكرا دكتور, إن شاء الله يكون المحاضرة مفيدة واستفادوا منها الطلاب وتكون يعني واضحة إن شاء الله لإلهم. لا جدا واضحة والله يا دكتورة. يا جماعة اللي عنده أي سؤال وحابب إنه يتداخل مع الدكتورة صوتيا بس يرفع الإيد أو إنه يكتب على الشات إذا هو حابب. في حدا عنده أي سؤال؟ ما بعرف دكتور عامر في كان أي سؤال وأنا عم بشرح, أنا عم برجع عم بمشي على قاعدة عم بمشي على الشات إذا في شيء. في دكتورة هون بالconclusion ما بعرف إذا أنت جاوبتي هذا السؤال. بتذكر حدا سألني with regard شو الهدف وشو راح يعمل البحث تاعي بالتخصص تاعي بشكل عام. هلا احنا عادة في الconclusion ما بنحكي الايم لانه الconclusion هي اخر شيء. الايم ممكن تحطيه في الابستراكت, بنحط الايم زي ما شفنا في الابستراكت الاكزامبل اللي حطيت لكم اياه, تحط شوية راشينال او باك جراوند عند الستدي, بعديها in this study we are going to use كذا to investigate, بنحط شوية ايم. بس normally الconclusion تبدا بستريس على المين فايندينجز تبعتك والcontribution الادد للscientific field. اوكي, بس ما عادة ما منحط إنه ممكن يعني again هو writing أحكي لكم هو في general rules وهو بالأخير style. ممكن حدا في conclusion يجي يحكي in this study we aim to, بس this is not common. يعني مش هيك هي conclusion, مش هدفها إنك تحكي aim, لأنه اللي وصل للconclusion صار عدى على abstract والother parts. فالconclusion هي بتعمل stress على main findings وبتحطه في broader context. aim you can cover it في abstract وdefinitely أكيد في introduction. هلأ في حدا كاتب كيف ممكن أقوي حالي تطوير مهارتنا بالكتابة غير عن طريق القراءة. definitely القراءة هي واحدة من هاي الطرق, وتطوير الكتابة بصير أسهل إنه مثلا تحضري workshop أو خلال courses معينة بتكون بالفصل. أنا I think كل المعانا صيادلة مثلا في زي لما ندوات بنطلب منكم فيها تكتبوا report معين أو essay معين, فممكن هذا يكون practice لإلكم as a student كيف إني أطور مهارتي في الكتابة. إنه أبدأ في كورسات معينة بتكون عندنا المفروض في كلية الصيدلة في الجامعات اللي هي زي الندوات, بيكون مطلوب منها من الطالب إنه يقرأ عن بtopic معين ويلخصه, ف
فهي بتكون كمان بتحسن قراءة مهارته في الكتابة. وأكثر شيء أكيد حيطور مهارتكم في الكتابة once you start doing postgrad, الماسترز والPhD غير طبعاً القراءة. فهاي شغلة من الأشياء اللي ممكن إنها تساعدكم اللي هي الworkshops أو courses الندوات الموجودة في الفصل. وأكيد إنكم تحاولوا تحضروا workshops زي هيك مفيدة, ممكن تكون مرات بspecific topic معين, ممكن تحاولي إنه مثلاً تقرأي article معينة وتحاولي أنت أو ممكن وأنتوا طالبة بكالوريوس to approach دكتور معين تسألوا إذا هو مستعد إنه ياخد طلاب عنده في المختبر, لأنه البراكتس هو أحسن طريقة. فونس أنت في اللاب بتصير تتعرف كيف لازم أقرأ, كيف النتائج اللي طلعت معي أرسمها كشكل figures وtables, فبتتطور شوي شوي المهارة عندي لأنه بضطر أقرأ وبضطر أكتب عشان تبريزنت الداتا تبعتي. دكتورة في كمان أسئلة تحت. Can I publish master thesis as it is or it needs rephrasing to sections of manuscript? هلا اتفقنا انه الثيسز as it is ما باخذها يعني copy paste بحولها لمانوسكريبت, بس definitely انه you will base the manuscript تبعك على الثيسز, فبتاخذي definitely من السكشنز اللي في الثيسز وبتحطيها في المانوسكريبت, بس you have to summarize لانه المانوسكريبت لازم يكون focused على المين findings والintroduction ما تكون كتير comprehensive يعني. نعم صوتك شوي قاعد بيروح. اوكي الثيسز ديفينتلي بتتحول لمانوسكريبت وهذا الهدف اصلا منها, رح تتحول لمانوسكريبت بس اجين بده ينعمل عليها موديفيكيشن. اذا الفيجرز والتيبلز بكواليتي صالحه لمانوسكريبت تتاخد, يو هاف يعني تقعدي مره هيك قعدتين تو ديسايد ايش اللي بده شود بي انكلودد في المانوسكريبت وايش الاشي اللي ممكن احطه سبلمنتري. الانترودكشن بدها تتلخص كتير, الريزلتس بدها تصير فوكست اكثر على المين فايندينجز. You have to summarize, but definitely إنك راح تبنيها تبني المانوسكريبت تبعك على chapters تبعت الثيسز. And shall we make a prediction based on the hypothesis? Again, موضوع البريدكشن. إذا ما في scientific background to support النتائج والfindings اللي طلعت معاكم, okay, ما تخليها imaginary. يعني مش كلمة prediction. أنا بحكي إنه ممكن هذا يكون السبب, بس I have to support with scientific facts. يعني مش بس بحكي, بحاول قد ما بقدر ألاقي إشي scientific facts أو إشي في literature to support ال explanation تبعي. بلاش نسميه prediction, ال explanation تبعي لازم ألاقي support إشي في literature to explain ال findings تبعتي, بس ما بتركها هيك لحالها prediction وأنا بس إنه هذا كلامي وأنا هيك بقول. لا, بحاول to support it by literature, إشي في literature. طريقة كتابة رسالة الماستر, المشرف يوجهنا على طريقة الكتابة ولا نعتمد على حالنا؟ طب المشرف, هلأ لو تسأليني هذا السؤال, أنا I prefer إنه ممكن المشرف يوجهك, بس أكيد إذا أنت الهدف من الماستر بالأخير إنك تصيري independent, مستقلة, وما في أحلى من شعور إنك تحسي بالأخير إنك مش محتاجة كتير ترجع إلى مشرفك, إنه أنت you can guide الريسيرش تبعك. وهذا أكتر طبعاً بصير في PhD من الماستر. الماستر ممكن يكون اعتماد شوي أكتر على المشرف, بس أكيد بوجه, بس لازم تعتمدي على حالك, ولأنه المشرف ممكن رح يكون عنده كتير responsibilities تانية, فما رح يقدر يقرأ دائماً ويتابع دائماً. فالماستر أنت اللي رح تعمل ماستر, فبدك أنت تطور مهاراتك وتسعى إنك تحسنها. وأكيد definitely المشرف رح يوجهك, ممكن أسأله دكتور كيف ممكن أحسن, ممكن تعطيني رسائل تانية أقرأها, في papers شفتها interesting ممكن أقرأها وتساعدني, طب أنا لو كتبت إشي ممكن تشوف لي إذا طريقة كتابتي كبداية كويسة أو لا. فلازم الانيشيتيف يكون منك أنت في البداية, والمشرف أكيد دائما موجود للتوجيه وإنه للمساعدة definitely أكيد, بس مش هو عليه كل إشي, لأنه الهدف في البوست جراد إنه نخلق independent researcher. Okay, to improve my skills in writing a research, is it necessary for me to read researches or any field I like? هلا أنا شفت إنه كل ما قرأت أكثر بحس إنه كتير تتحسن السكيلز. يعني أنا بشوف إنه readings لأنه especially إنه أنت عم تقرأ إلى authors مختلفين من different backgrounds, من universities مختلفة, من research institutes مختلفة, والwriting at the end هو style. يعني هلا أنا صار عندي style, ولو حتى أنا هلا لما بشوف style بحس إن كتير أنا اتبعت إشي أخذته من سوبرفايزري, يعني نفس تقريباً إشي شبيه لكيف السوبرفايزر الكومنتس اللي كان يعطيني إياها عم بمشي عليها. فالريدنج كتير بيساعد لأنك بتشوفي different styles,
ممكن إشي يعجبك تحسي كيف هذا الابروتش اللي مشي عليه، غير إنك تستعملي بتوسعي الترمينولوجيز اللي عندك والمفردات اللي عندك اللي بتصيري تستخدميها، بتتوسعي كثير بالريدنج، فبصير أسهل عليكي الرايتنج لأنه والريفريزنج بصير كثير أسهل الريفريزنج لأنه عندك كثير بصير عندك يعني بصير عندك يعني انريتشمنت بالترمينولوجيز اللي بتقدري تستخدميها كل ما بتقرأي أكثر. I think هيك. دكتورة، باسمي وباسم جميع أعضاء RBC's team سواء في الجامعة الأردنية أو في الاثنى عشر جامعة المتواجد في هذا الفريق وباسم جميع الحضور في هذه الورشة، نشكرك جزيل الشكر على كمية المعلومات المهمة والمفيدة في ورشة البحث العلمي. شكرا جزيلا دكتورة لينا من الجامعة الأردنية كلية الصيدلة، أثريتي محتوانا العلمي كثيرا اليوم، وبإذن الله في الأيام القادمة سيكون هناك تنسيق أكثر وأكثر لمثل هذه الفعاليات، وأكيد دكتورة بنتشرف بوجودك معنا دائما في فعاليات RBC's team. شكرا كثير لكم، بالعكس بحب أشكركم وشكرا على استضافتي، وأجين يعني إن شاء الله يكون الكل استفاد وأخذ معلومة، and I'm happy also يعني to also contribute في إنه إذا في عندكم events للفيوتشر. وشكرا كثير وجهودكم جدا مشكورة. شكرا جزيلا دكتورة، وبإذن الله موعدنا معكم جميع الحضور والمشاركين في ورشة البحث العلمي يوم الجمعة القادم في ورشة جديدة مع دكتور آخر من جامعة أخرى بإذن الله. يعطيكم ألف عافية ونراكم بإذن الله قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.